السوبر للناس السوبر، السوبر للناس السوبر. اهلا بيك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر وقناه النادي الاهلي في ليله سوبر زي النادي الاهلي. اهلا بيك يا فارس، واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي، النادي الاعظم في الكون، نادي سوبر. الحقيقه لما اتعملت بطوله السوبر كان لازم يكون اسمها النادي الاهلي، كان لازم يكون اسمها النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو النادي السوبر. مين قادر يمنح جمهوره السعاده زيك يا اهلي؟ دايما بقولها، مسكين اللي ما بيشجعش النادي الاهلي. لو على البطولات انت فعلا النادي السوبر، لو هتبص على الدوري 42 بطوله دوري، اقرب منافس ليك 14 بطوله دوري. لو هتبص في افريقيا ضعف اقرب منافس. السوبر اللي انتوا شايفينه ده السوبر ال 13 للنادي الاهلي، واقرب منافس عنده 4 سوبر. بالبطولات النادي الاهلي هو النادي السوبر، هو النادي اللي بيفرح جمهوره. بطولاتنا حقيقيه، ممكن البعض في يوم يسال النادي الاهلي بطل على مين؟ النادي الاهلي بطل على الجميع. النادي الاهلي بطل على الجميع ببطولات حقيقيه، بانجازات حقيقيه، بفرحه حقيقيه، لا هي في يفط ولا في اوهام. النادي الاهلي هو النادي السوبر. لو هتتكلم على الطموح والاستثمار، فالنادي الاهلي هو الاستثمار السوبر. النادي الاهلي هو اعظم استثمار في تاريخ الكره المصريه منذ انشائها، بالارقام، بالبطولات. لما بنتكلم عن الحدث، النادي الاهلي هو النادي السوبر في الحدث. لما جه البعض اعتذر او انسحب ايا كان المسمى عن المشاركه في السوبر، الناس قالت قيمه البطوله هتقل. شوفوا الحدث امبارح، شوفوا النادي الاهلي وهو بيصنع الحدث، شوفوا جمهور النادي الاهلي وهو مالي الملعب وبيكسوه باللون الاحمر، شوفوا جمهور النادي الاهلي وهو طول الوقت الحدث، لانه جمهور سوبر زي النادي الاهلي النادي السوبر. امبارح بتشوف كل القنوات حتى المنافسين للفجر بيحللوا فوز النادي الاهلي، بيتكلموا في التحكيم، بيتكلموا في التعليق، بيتكلموا في المباراه، بيتكلموا في كل الاحداث، لان بطل الحدث هو النادي السوبر اللي مشاركته بتغطي على قرار النادي الاخر لدرجه انه هو ما بيقدرش يتجاهل الحدث، لان مشاركتك هي الحدث. مين من الانديه اللي كان ممكن يعيشنا لحظه زي دي؟ مين من الانديه اللي كان ممكن يمنح الفخر لمشجعينه بالشكل ده؟ بعد مباراه سان داونز تحس ان الدنيا بتبعد، بتشوف امور صعبه، ولكن مين اللي قادر يعمل التحول ده؟ التحول السوبر. عارف ليه التحول السوبر؟ لان في افريقيا بعد مباراه سان داونز بتكسب القطن برباعيه، بتكسب الهلال برباعيه، بتصعد عن مجموعتك، بعد ما بتصعد عن مجموعتك بتقابل الرجاء، بتكسب الرجاء 2-0 على ملعبك، وخارج ملعبك بتحقق تعادل. محليا في الدوري ما بتسيبش فرصه، ما بتسامحش، 3 على غزل المحله، 3 على فاركو، وبتفوز على سموحه بهدفين. طب بطولتين متاحين للنادي الاهلي، انا صائد البطولات، انا النادي السوبر، انا النادي اللي ما بيفوتش فرصه، بتفوز على بيراميدز كاس وسوبر، وفي المرتين بتمنح اللقب. كل ده ليه؟ لان انت النادي السوبر، وانت مشجع النادي السوبر. مبروك يا اسامه لملايين من جمهور النادي الاهلي، وبقولها المره المليون، مسكين مسكين حقيقي اللي ما بيشجعش النادي الاهلي. لكن مش مسكين اللي بيشجع انديه اخرى في وجود النادي الاهلي في بطولات بيشارك فيها النادي الاهلي، لان الحقيقه زي ما النادي الاهلي بيدي اسم كبير جدا للبطوله، والبطوله دي من تاريخها او من بدايتها هي بطوله النادي الاهلي حصريا، لا كمان اي منافس للنادي الاهلي بيستفيد من الاضواء والحدث اللي بيصنعه النادي الاهلي. الحقيقه المشهد امبارح في مدرجات الملعب بيقول ان النادي الاهلي يكفي يكون هو الحدث فقط لا غير في البطوله، واي منافس اخر هو مستفيد بشكل كبير جدا ومحظوظ ان هو منافس للنادي الاهلي. عشان كده نادي بيراميدز ما فوتش الفرصه ان هو يتواجد في حدث حصريا باسم النادي الاهلي، لانه عارف كويس قوي مدى الاستفاده اللي هتعود على اسم بيراميدز في انه ينافس النادي الاهلي في مباراه. يمكن البعض اتكلم عن ازاي الاعتذار لنادي الزمالك، هو نادي كبير بالتاكيد وعنده جماهيريه وعنده شعبيه، ممكن يؤثر على هذه المباراه. حابب اوري له صورتين.
صوره للنادي الاهلي ومنافسه نادي الزمالك اللي بالتاكيد محظوظ ان لوجوده في المسابقات وفي دوله فيها اسم النادي الاهلي، لان ده بالتاكيد بيمنح ضوء لنادي الزمالك ويمنح ضوء للمنافس. وصوره من مباراه امس، لو استعرضنا صوره مباراه امس بعد الاعتذار وبعد تاخر جماهير الزمالك في استرداد قيمه التذاكر بعد حاله الانسحاب اللي حصل لنادي الزمالك، الملعب كله جماهير النادي الاهلي. انا مش عارف لما بيكون في منافس عنده جماهيريه بيواجه النادي الاهلي، ليه بنسمح ان في جماهير للنادي الاهلي تظلم انها ما تحضرش في المدرجات؟ الملعب كله احمر، كل المكان احمر. لما كان في مباراه للاهلي والزمالك، دي صوره مباراه الاهلي والزمالك دي السنه اللي فاتت، يعني كان المفترض 50% تذاكر نادي الزمالك 50% تذاكر النادي الاهلي. اعتقد حضراتكم واضح جدا الصوره، شايفين المساحات الخاويه في مدرجات نادي الزمالك. لما اصبح النادي الاهلي من حقه ان هو يشتري اي تذكره في اي كرسي في المدرج، هي دي الصوره الحقيقيه، هو ده النادي الاهلي وهي دي جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي اللي عمرها في يوم من الايام ما كانت بتنسحب من المشهد، جماهير النادي الاهلي عمرها ما بتردد هتافات الا لما بتكون قدها. استعرضنا قبل كده في حلقات الخط احمر الاهلي خط احمر كتير جدا من الصور اللي كانت في فتره غياب البطولات من 62 ل 67، المباريات الوديه كانت اعمده النور في الاستادات كان عليها جماهير النادي الاهلي، لان دايما جماهير النادي الاهلي في المحنه هتلاقيها هي اللي بتحولها لمنحه. هو ده دور جماهير النادي الاهلي وهو ده اسم النادي الاهلي. وانا بختلف مع فارس اختلاف بسيط ان منافسين النادي الاهلي والله محظوظين بوجود النادي الاهلي، لان القيمه التسويقيه للمنافسين بتزيد بشكل كبير جدا لما بيتحط اسمهم جنب اسم النادي الاهلي. سيظل مسكين. ليله سوبر في النادي الاهلي وفي قناه النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي، مش عشان بطوله، عشان النادي الاهلي طول الوقت يا جماعه قادر يدلل ان هو خارج السياق الطبيعي للمشاهد. يعني ايه؟ يعني لما تشوف الصورة بتاعت لقطة الميداليات ولقطة رفع الكاس لازم تقف عند تفاصيل كتير قد تبدو ليك في للوهلة الأولى بسيطة، بس لما تروح وتركز على الحكاية هتلاقيها مش بسيطة. لو شفنا صورة امبارح هي الصورة اللي قدامنا دي، طبعا مهند مجدي من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وهو من أصغر الأعضاء سنا، ولكن هو نشط ودايما دوره موجود في مجلس الإدارة. اللقطة دي قد تبدو لك للوهلة الأولى عادية، بس هي مش عادية خالص، هي حاجة من الحاجات المميزة للنادي الأهلي، من الحاجات اللي بتخليك تقول إن النادي الأهلي مختلف. كل عضو مجلس إدارة بيكون ليه دور في أحد البعثات بتاعة النادي الأهلي، كان المرة دي موجود مهند مجدي عشان تشوفه في منتصف المشهد وحيدا يمثل النادي الأهلي بهذا الشكل اللائق في وجود أعضاء مجلس الإدارة اللي تقريبا كلهم كانوا موجودين في المدرجات. مفيش حد نزل يزاحم على اللقطة، مفيش حد خد الكاس وحاول ياخد لقطة بيه أو يمشي بيه أو يجري بيه، مفيش حد حاول يقول أصل أنا موجود أو عضو أقدم. الكل جوه النادي الأهلي عنده قاعدة إن النادي الأهلي ليه ميزته. على فكرة المشهد ده حتى في أندية أوروبية ما بتشوفوش، وأنا بقول الكلام ده واثق منه، وبصوا لكتير جدا من لحظات التتويج في أندية على مستوى العالم. كم مشهد شفت فيه لحظة التتويج ما بيكونش فيه رئيس النادي أو نائب رئيس النادي، ولكن النادي الأهلي مختلف، النادي الأهلي بيدي دروس، بنشوف بعض أندية والله ما نعرف أعضاء مجلس إدارتها، وأندية كبيرة، بتشوف بعض الأندية مش من حقك كعضو مجلس إدارة تقول رأي، ويوم ما بتلاقي رأي ده يمكن ينزل تكذيب من النادي ده لموقف عضو في مجلس الإدارة، إنما أنت هنا في النادي الأهلي بتشوف الوضع مختلف. بتشوف نادي سوبر زي الكاس ده وزي التاريخ ده اللي كله سوبر، دايما بندي فيه رسائل قد ايه النادي الاهلي مؤسسة وطنية راقية ورائدة للجميع. اللي عايز يتعلم يفتح الكتاب ويشوف النادي الاهلي بيقول ايه، وده على مدار التاريخ فعلا يا فارس. والامر لم يكن متعلق بحضور رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب من عدمه في هذه المباراة، لان الحقيقة من خلال ايضا هنا حلقاتنا في الاهلي خط احمر كان في استضافة يعني ثرية جدا للكابتن فتحي نصير، وحكى وقعة مهمة جدا ايضا في الامارات لما كان الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الحالي عضو مجلس ادارة وكان هو رئيس البعثة، وتم الطلب بشكل شخصي من الكابتن محمود الخطيب ان هو ينزل على المنصة، ولكن الكابتن محمود الخطيب رفض
برغم تواجده، قال هو رئيس البعثة، هو اللي يكون متواجد في الحدث، وهو ده قيمة النادي الأهلي اللي على مدار التاريخ في موروثات للنادي الأهلي. بتختلف الأشخاص، بتختلف الأسماء، ولكن يبقى دائما مبدأ النادي الأهلي هو الدستور الغير مكتوب اللي لو في أي حد بيحيد عنه بتلاقي كتير جدا من الأهلاوية يقولوا استنى ستوب، مش هو ده النادي الأهلي، احنا بنصحح ذاتنا بذاتنا. أكيد بيبقى عندنا أخطاء، ولكن أكيد بيبقى عندنا الفرصة الكبيرة جدا إننا نصحح الأخطاء. لكن أكيد مارسيل كولر بيكتب اسمه بحروف من ذهب الآن في سجلات النادي الأهلي. مارسيل كولر بيحقق البطولة الثالثة. مارسيل كولر حتى هذه اللحظة عامل العلامة الكاملة، متصدر جدول الدوري مع أن له مباريات مؤجلة، وبيلعب بأريحية شديدة جدا، وإن شاء الله بنسبة كبيرة موضوع الدوري هو خلاص إكلينيكيا في الجزيرة، في مكانه الطبيعي، في مكانه اللي أسس من أجل أن يبقى دائما في الجزيرة، والاستثناءات فقط لا غير بتروح لباقي الأندية. غير درع الدوري أو غير بطولة الدوري، هو واصل للدور نصف النهائي أمام الترجي، عندنا مواجهة يوم الجمعة إن شاء الله. ثم البطولات اللي شارك فيها محقق 3 بطولات، بطولتين سوبر وبطولة كأس مصر. إذن مارسيل كولر حتى هذه اللحظة العلامة الكاملة بجهازه الفني. لما بنيجي ننتقد مدير فني بننتقده في مباراة، ولكن بالتأكيد احنا طول الوقت داعمين للجهاز الفني الذي يمثل النادي الأهلي، طول الوقت داعمين للاعبين الذين يمثلوا النادي الأهلي، هو ده سلاح النادي الأهلي. فلما بننتقد من أجل التصحيح، من أجل الاستفاقة، وبيبقى قلبنا على النادي الأهلي. امبارح بنشوف نجوم كتير جدا، ولكن انا عايز اقف عند نجم كبير جدا، نجم خلاص بقى كابتن النادي الاهلي، طبعا مع كامل احترامنا لكل كباتن النادي الاهلي الموجودين، ولكن هو في قلوب جماهير النادي الاهلي هو كابتن بدون شاره، هو في قلوب جماهير النادي الاهلي هو التونسي الاهلاوي الهوى او المصري الهوى. الحقيقه ما بيناش بنتعامل مع علي معلول ان هو لاعب تونسي، لا، احنا بنتعامل مع علي معلول ان هو لاعب مواليد شبرا، مواليد مصر. احنا من حقنا اننا نشوف علي معلول مصري اهلاوي للي بيقدمه علي معلول. علي معلول مش بيقدم فقط لغير ارقام، وطبعا هو بيفتخر بعلم تونس، والحقيقه علي انت خلتنا يعني نحب تونس برشا 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 اكتر من حبنا لتونس، وبنحب كمان كل اللي يجي من تونس عشان خاطر علي معلول وما يقدمه علي معلول من روح، من جرينتا. شوفوا لقطات في كل صوره، في كل دقيقه من دقائق المباراه، في كل التحام بيعمله علي معلول، علي معلول عايش حاله، عايش جرينتا، علي معلول بيوصل رساله. علي معلول امبارح ان البعض انتقده في لقطه الشيبي كان بيقود لاعبي النادي الاهلي يقول لا مش هنسمح بان حد يخترق الروح الرياضيه، لان الكره كانت خارجه من اجل الروح الرياضيه ومن اجل لاعب واقع. هو ده الكابتن اللي بدون شاره، هو ده علي معلول التونسي الاهلاوي الهوى المصري الهوى. علي معلول اللي بيلعب السنه دي 31 مباراه بيساهم في 20 هدف، علي معلول اللي سجل مع النادي الاهلي في كل البطولات، علي معلول 13 اسيست، علي معلول 7 اهداف من اكسبكتد جولز او من اهداف متوقعه 7 و11، يعني مع علي معلول المتوقع والحلم هيحققه لك. عشان كده بالنسبه لي بغض النظر عن الارقام وبغض النظر عن اي شيء، انا من وجهه نظري ان علي معلول هو افضل محترف في تاريخ النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، مع كامل احترامي وتقديري لكل المحترفين اللي مروا واضافوا للنادي الاهلي، ولكن يبقى علي معلول بنكهه خاصه، يبقى علي معلول بالجرينتا التونسيه. عشان كده علي معلول هو كابتن بدون شاره، وعشان كده علي معلول هو تونسي اهلاوي الهوى. اتفق معاك يا اسامه. يمكن دايما اولا يعني طول الوقت الواحد كان عنده قناعه، يمكن انت بتشوف مع الوقت يا اسامه لما الموضوع بيتحقق قدامك بتكون سعيد. يمكن في وقت من الاوقات لما كنت بشوف ان علي معلول اكتر لاعب اجنبي اضاف للنادي الاهلي، كان البعض بيشوف ان الراي ده يعني فيه مبالغه شويه. مع الوقت دلوقتي انا بشوف ان الناس كلها حاسه باسهامات معلول. معلول يا جماعه انت لازم لما تيجي تعرف اللاعب الاجنبي انت بتجيبه ليه، تحط علي معلول قدام اي حد بيختار لاعب اجنبي، تحط علي معلول قدامك، لاعب انت جايبه دولي، لاعب جايبه صانع مع فريقه ارقام مميزه جدا، لاعب انت جايبه وهو عنده فرصه كبيره جدا انه كان يروح نادي في بلجيكا كبير جدا واندرلخت البلجيكي، لاعب وانت بتجيبه هو في التوب فورم بتاعه، لاعب وانت بتجيبه قائد لفريقه وعنده الشخصيه. كل اللي انت عايز تختار عشان خاطر لاعب يسهم معاك هتلاقيه في علي معلول. فبالتالي علي معلول ما خدش وقت، علي معلول لما ادى في يوم رساله بصوته
بشعاراته بأفكاره عن النادي الأهلي وهو بيقدم لاعب تونسي آخر، كانت الفكرة مهمة جدا. إن أنت بتقول في اللحظة دي هو ده اللي يقول لأي أجنبي جاي إيه النادي الأهلي. علي معلول من لاعبين الاستثناء، علي معلول من لاعبين اللي أدوا وإدوا للنادي الأهلي كتير جدا. لما بحب أعرف فكرة اللاعب الأجنبي اللي ينبغي أن يكون عليه لاعب النادي الأهلي، بشاور على معلول وأنا مطمن. علي معلول نموذج للاعبين اللي في المستقبل تقدر تعتمد عليهم، لأنه شخصية، فهم، كل حاجة أنت عايزها ممكن تلاقيها في معلول. وأنا بقول دايما ربنا يحفظ لنا معلول، لأنه معادلة مختلفة في الكرة الأفريقية. علي معلول يا فارس، تكملة لكلامك، هو معيار اللاعب المحترف. يعني لما تجيب لاعب محترف قول له انت جايب كام من علي معلول، قلت وقيس قيس بجد انت جايب كام من علي معلول، انت 7 من علي معلول، 8 من علي معلول، يا رب يبقى 10 من علي معلول. لان معلول يا جماعه هو فعلا لما كان بيتقال كلمه ملك الحلول، انا اعتقد ان المباراه الموضوع ما بقاش ملك حلول في الملعب. لو انت لسه واقف عند حته علي معلول ملك حلول في الملعب، لا، ملك حلول في القياده، في الروح، في الأرقام، في شكل المحترف، في عقلية المحترف. علي معلول بقاله قد إيه في النادي الأهلي؟ فين المشكلة اللي أنت سمعت إن علي معلول عملها؟ فين الموقف السلبي اللي تقول علي معلول عمله؟ يا جماعة احترافية علي معلول تدرس. أنا عايز أقول إن في لعيبة كتير جدا طلعوا دول أوروبية وفي أندية كبيرة جدا في أوروبا وكان عندهم مواقف احترافية لازم تقف عندها إن فيها خلل. علي معلول بكل الالتزام ده على مدار سنوات، ومش علي معلول بس، كتير جدا من لاعبينا. حاجة أسامة قالها عن مارسيل كولر، ويمكن إحنا مارسيل كولر هنا كان مشروع بالنسبة لنا. اختيار كولر من اللحظة الأولى إحنا ما جيناش نتكلم إن مدير فني حلو ولا وحش، إحنا قلنا إن دي تجربة واحد السيرة الذاتية بتاعته حقق فيها نجاحات عظيمة جدا مقارنة بالأدوات المتاحة. فقلنا لكم في كلمة وقلنا افتكروها وهنرجع لكم هنا بعدين فيها. ماذا لو هذا الشخص اللي حقق إنجازات من أدوات متاحة مش هي الأفضل في الوقت ده، لو اقترن اسمه بالنادي اللي في إفريقيا عنده الأدوات الأفضل؟ وأنا لا أخفي عليكم سرا، كولر شايف إن تجربة النادي الأهلي تجربة مختلفة في مسيرته، يمكن جات متأخرة شوية، يمكن شايف إن الوضع مختلف جماهيريا وفكرة حصده البطولات، وده يا جماعة طبيعي لأن كولر في مسيرته عدد البطولات اللي ختم على النادي الأهلي في 6 شهور 3 بطولات يكاد يقترب مع البطولات اللي في السي في بتاعه كله. ولكن هو مدرب قادر يضيف، إمكانياته كبيرة، لما يجي مع فريق عنده القدرة أكيد يحقق المعجزات. وأعتقد كمان الشناوي كان له لقطة هي إعجازية، إعجازية من قائد للفريق عنده الشخصية والحضور في المباريات الكبيرة، قائد في الفريق. لما كان في نقد ليه قلنا هنا ننتقد الشناوي لان اي حارس عنده اخطاء، ولكن مين في مصر زي الشناوي؟ الشناوي بتاع الحته الثانيه، الحارس اللي في مصر اللي لما تيجي تقول مين عنده الشخصيه في المباريات الكبيره بعده زي الصوره دي مش هتلاقي، لان الشناوي واحد بس. لما تقول الشناوي في مصر هيجي في دماغك كابتن محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي والحارس الأول لمنتخب مصر والحارس الاستثنائي، حارس التتويجات والبطولات. وأنا بقول مصر هتتعب كتير جدا بعد الشناوي عشان تلاقي حارس بالسمات الشخصية والسمات الفنية بتاعته. بالتأكيد يا فارس، يعني أنت ركزت على نقطة مهمة جدا، يعني قناعاتنا بيها يعني متطابقة، ألا وهي أن الشناوي هو الأصل. لما تقول الشناوي هيجي بذهنك محمد، مش هيجي بذهنك أي حد تاني. الشناوي اللي منتخب مصر في كاس العالم بياخد حارس مرمى افضل لاعب في المباراه امام اوروجواي وبيتصدى لهجوم كاسح. شناوي اللي هو بيروح اولمبياد طوكيو بيكون من افضل بل افضل حارس مرمى في البطوله. الشناوي اللي لما بيلعب مع منتخب مصر وكل منتخب مصر في 2019 كان في حاله سيئه جدا فنيا، هتلاقي الشناوي وطارق حامد للامانه هو اللي موجود النهارده. بتتكلم عن الشناوي الحارس اللي البعض بيحاول يشكك في قدراته، وانا بقول لكم في اسوأ مستويات محمد الشناوي اعلى بكتير من كل حراس مرمى مصر في افضل مستوياته. دي وجهه نظري وقناعاتي، وعشان كده الاخطاء اللي بيقع فيها الشناوي لما بيكون في انتقاد لازم وانت بتنتقد تبقى عارف ان انت بتنتقد الحارس الاول اللي بعيد قوي قوي عن اي حارس تاني. وعشان كده محمد الشناوي كان له اسباب كبيره جدا، بل سبب رئيسي في الفوز امبارح بالسوبر وايضا تالقه امام الكاس. لكن نروح للاعب تاني. الحقيقه اللاعب ده جه النادي الاهلي بشكل علمي مدروس بحت،
جه في هدوء شديد جدا، اتعمل عليه سكاونتنج واضح جدا، اتقال ان اللاعب ده هيكون مستقبل في المكان ده. وبنتكلم عن لاعب ليس صفقه جديده، ولكن حمدي فتحي هو اللاعب افضل خط وسط في مصر الحقيقه. حمدي فتحي اللاعب الذي لا يقبل الهزيمه على الاطلاق. مش بس كده، حمدي فتحي في حاله ان انت تنتصر وهو مش في حالته بيكون مش راضي عن حالته. ويعني ما السوبر المصري في 2019 ببعيد اللي كان في برج العرب لما تسبب في ركله جزاء، كان الوحيد اللي عايش حاله صعبه جدا من تانيب الذات. عشان كده حمدي فتحي دايما بيكون في مكان مختلف. عشان كده حمدي فتحي ملك التاكلينج في كوره الحقيقه، تدخله فيها يدرس. لقطه فيها امتياز في التوقيت، امتياز في الاستخلاص بدون ارتكاب خطأ، لقطة كانت ممكن تكون سبب في هدف لنادي بيراميدز، ولكن حمدي فتحي بيدي الدرس في التغطية. حمدي فتحي هو أحد الأسباب اللي خلتنا موجودين في مباراة السوبر بالهدف الثاني اللي سجله في نادي بيراميدز. في أحمد الشناوي بقى، مش محمد، في أحمد الشناوي النهاردة حمدي فتحي يا فارس في كاس، في نهائي الكاس في نادي بيراميدز، موجود برضه في السوبر بيدلو بدلو ودايما بيقول انا موجود، انا حمدي فتحي. حمدي فتحي يا جماعه والله العظيم اراده غير طبيعيه، يعني افتح قلبي يا ابني واديهولك على الهواء، مفيش كده. لاعب ايه الشخصيه دي؟ ايه الرجوله دي؟ بصوا، في لعيبه ممكن تقول ان هم ممكن يغزلوك في مباريات، انما للامانه انا كل ما افتكر مباراه كبيره، نهائي افريقيا، نهائي القرن، مباراه بقى انت هتقعد تقيس كاس عالم للانديه، اي مباراه كبيره حط حمدي فتحي وبعد كده دور مين ممكن يعمل ايه. ومش حمدي فتحي بس، اكيد في لعيبه كتير كده، بس حمدي فتحي يعني افتكر له غلطه هتلاقي نادر عشان تطلع له مباراه غلط فيها ادى مهما كان. فحمدي فتحي لاعب في الاستثناء جوه المعادله الاهلاويه، هو دايما بيكون موجود. مروان عطيه فارس بيسير على الخطاه، نتمنى الاستمراريه. بص مروان عظيم، بس انت فاهم انا يعني بخاف، ما عشان كده بنقول نتمنى يسير على خطاه ان شاء الله يكون اضافه كبيره. ادى سنين، ادى سنين ما شاء الله. في صوره كمان يعني رائعه، يعني للعشاق فيما يعشقون مذاهب النادي الاهلي، عند عشاقه حاله استثنائيه، صوره انسانيه، ولكن هي صوره كمان تعكس ان النادي الاهلي ممكن يديك ايه، يديك ايه على مستوى النفسي، على مستوى الشعور، على مستوى الجمال، على مستوى الفرحه. عشان كده قلت النادي الاهلي بيدي فرحه، النادي الاهلي بيوزع فرحه. المشجع اللي كان موجود في مباراه السوبر وهو من فاقدي البصر وبيسمع النادي الاهلي عشان يرتبط بيه حسيا جوه الملعب، ويرتبط بالنادي الاهلي والشعور بالنادي الاهلي والفرحه جوه الاستاد، وهو قارئ للقرآن، يعني ربنا يزيده ويحفظه ويبارك فيه. كانت لقطة عند ناس كتيرة جدا ادت معاني خارج الرياضة كمان، ازاي الرياضة ممكن تساهم ان الانسان يكون سعيد، ازاي كمان الوسطية في الحياة، ازاي انت تقدر كمان تكون انسان بتدي قيمة دينية وقيمة كلنا بنتعلم منها، وكمان تكون متشبث بالحياة. هذا التشبث، وانا بالنسبة لي المعادلة دي هي معادلة الانسان الوسطي، معادلة الإنسان اللي ما فيهاش إفراط وما فيهاش تفريط. عشان كده اللقطة دي بالنسبة لي لقطة مش بس رياضية، لقطة لكل إنسان إزاي ممكن يسيب قيمة، وإزاي النادي الأهلي قادر يكون جزء من القيمة دي. هو بص يا فارس، هي دي أكتر من كرة قدم، باللقطة دي بتوضح قد إيه كرة القدم يا جماعة يعني واصلة قد إيه لكل الناس. الحقيقة لقطة أنا بشوفها هي لقطة السوبر. كل التحية والتقدير طبعا للمشجع العظيم اللي حرص على التواجد في المباراة والاستماع يعني لتعليق المباراة ورؤية النادي الأهلي بقلبه. والقلب يا جماعة وفرحة القلب أهم بكتير من كل شيء. أنت مصدرك القلب، سعادتك مصدرها القلب، كل حاجة مصدرها القلب، ويكفي أن أنت تمتلك البصيرة عشان تكون مستمتع. الحقيقة أنا بشوف اللقطة دي هي أبعد من كرة القدم، وهي لقطة تستحق يعني أن أنا نقف عندها، وبشوفها هي لقطة السوبر الحقيقة. لكن احنا يا فارس عندنا يعني ضيف، صديق البرنامج، صديق البرنامج، والله احنا بنحبه جدا جدا، ده حقيقي، ده حقيقي، هو ممتع والله بجد. خد بالك يعني بيؤكد ان هو قادر على صناعه الحدث، هو في الحته دي برغم ان هو بيعيش شويه مهموم دايما بالزمالك ودايما عنده يعني متاعب في انتصار الاهلي، ولكن هو دي مفردات ومقاومات اعلامي كبير. بص، تختلف في اراء هنا مع الاعلامي عمرو اديب او تتفق، ولكن لما تيجي تجيب اللحظات دي انا بصراحه هو نموذج عندي للزملكاوي اللي لما يتحدث في اللحظات دي بتكون مستمتع. وعلى فكره لا الموضوع بقى بانتقاص من فريقه ولا حاجه، بس هو بيعرف يديك حق. ف
في اللحظات اللي زي دي بيعرف يفرش الفرشة بلغة الإعلام للنادي الأهلي، وتسمع كلام يليق بجمال النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي. نسمع الإعلامي عمرو أديب قال إيه عن فوز النادي الأهلي بالسوبر. إعجابي بالجماهير، وكزملكاوي سألت نفس سؤال، هو احنا لو كنا رحنا كنا هنقعد فين؟ الاستاد كله اهلاوي يا جماعه، من اوله لاخره احمر فاحمر فاحمر، على راي الاجهر احمر على احمر، الاستاد كله احمر على احمر، فلو كنا رحنا النهارده او يعني اي حد خد فانيلا كده بخطين كان في كذا واحد كده، كان هيقعد فين؟ خلينا اتكلم الاول عن اعجابي. احنا بنتفرج على ماتش حلو، كل الناس اللي كانوا بيقولوا ان بيراميدز جاي يعني يكمل الماتش ويعمل صوره حلوه، لا 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 يا جماعه، انا ما اظنش النهارده في اهلاوي في العالم العربي كله يقدر يدعي ان بيراميدز موجود كماله عدد، او ان الماتش سهل، او ان الاهلي مسيطر، او ان الاهلي كان ممكن يكسب 9، او ان الاهلي ماسك الماتش من اوله، او ان الاهلي عظيم جبار وبيراميدز واقف بيتفرج. بيراميدز كان ممكن في أي لحظة يقلب الماتش على دماغ الأهلي، لكن طبعا حضراتكم عارفين الأهلي 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 ضربة جزاء وعلولي يجيب الجون ولعنتنا الأبدية كهربا. أي حاجة دلوقتي بقى فيها كهربا، أي سبب لأي شيء فيه كهربا، وكان في جون تاني جاي كان هيجيبه كهربا. أي شيء بيحصل وكأن مقصود أن الحياة لا تتغير إلا بكهرباء، وطبعا حضراتكم فاهمين أن الكهرباء هي أهم حاجة في الحياة وأهم حاجة عند النادي الأهلي. المدرب السويسري كان في أول الماتش كده كان متواضع شوية، أنه لا مفيش شحات، مفيش كهرباء، مفيش قفشة، مفيش يعني الناس دي كلها مش هتلعب، هو الماتش سهل. وبعدين اكتشف أن الماتش من الصعوبة بمكان، وانه الماتش ممكن يتغير في أي لحظة، وانه الماتش ممكن يبقى ماتش تاني. إعجابي بالجماهير. مستمتعين بالأستاذ عمرو أديب طبعا الإعلام الكبير، وهو بيتحدث عن النادي الأهلي. والحقيقة مفيش يعني مباراة سوبر بتخلص بدون ندية، وإن كان وجهة نظرنا إن وجود بيراميدز في المباراة دي بديلا عن الزمالك إدى يعني ندية أكبر وصعب الأمور على النادي الأهلي، عشان كده وصلنا للإكسترا تايم. لكن عجبني جدا أحمر على أحمر، وعجبني جدا قصة الحياة لا تتوقف يعني أو لا تتغير إلا بالكهرباء. خد بالك الكهرباء أحيانا لو أنت ما لمستش السلوك هتنور لك حياتك، لكن لو لمست السلك هتروح في مشكلة كبيرة جدا. يعني عايز أقول نقطة وهقف عندها، بعض اللاعبين اللي ما رفضوا إن هم يدخلوا الممر الشرفي اللي عمله النادي الأهلي هو رمضان صبحي وأحمد فتحي، عايز أقول لهم نقطة مهمة جدا جدا جدا. جماهير من النادي الأهلي قبل المباراة دي قابلتكم في الجامع بعد صلاة الجمعة، اتصورت معاكم. كان المفترض يكون احترام الجماهير دي إن أنت تحترم الطابور أو الممر الشرفي اللي عمله لك النادي الأهلي، كان المفترض تعبر من الممر الشرفي. ولكن الحقيقة انا يعني هستغل كلام نورمان كينج وهو بيتكلم دايما، الانتماء هو الطريقة الوحيدة للشعور بالذات وتحقيق التفوق الشخصي، عشان كده في نادي بيراميدز مش قادرين تحققوا اي تفوق شخصي، ولكن المنتمين في النادي الاهلي قادرين ياخدوا البطولة وبطولة وبطولة في وجودكم داخل ارض الملعب. ومش مهم عبوركم من الممر الشرفي ولا لا، انتوا قبل ما تخرجوا من الممر الشرفي خرجتوا من باب كبير جدا اسمه النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل. يعني وبما ان الحلقه سوبر فتعليقاتكم سوبر، يعني اولا بشكركم على التعليقات اللي الناس شايفه فيها ان هي فعلا فرحناها بالسوبر، واحنا لسه مكملين معاكم، وده القناه والنادي واحنا بنحاول نقدم رساله، لان جمهور النادي الاهلي يستحق الفرحه بالسوبر، لان زي ما بنقول هو الجمهور السوبر. بس في حد مش قادر يفرح بالسوبر، وطبيعي ما يفرحش بالسوبر، بس تصريحاته تجاوزت فكره الفرح بالسوبر من عدمه، وربما انا ملتمس له العذر نفسيا، لان كتير كتير بصراحه انت كان قدرك يا اخي النادي الاهلي، كأن كل ما تروح من حتة أنت مش قادر، أهرب من الأهلي أروح على فين؟ هي دي قصة باتشيكو مع النادي الأهلي، عشان كده خرج بتصريحات لما تسمعوها هتعرفوا إن فيها مشكلة كبيرة جدا تستحق إن احنا نعقب عليها. نشوف التصريحات ونرجع نعقب.
tenho nada contra árbitros, nem profissionais, o seu clube, os seus afazes, não tenho nada contra. Mas agora entendo, quero mandar um abraço para ele, o senhor Portada Mansour. Entendo agora muito bem, porque não há querido vir a jogar aqui hoje. Não quero não, nada contra os futebolistas, nem contra o clube de árbitros, nada. Tenho muito respeito. E não é para falar deles, estou a falar só de outras coisas, não quero referir-me especificamente, mas que quero aqui saudar Murtada Mansour. Agora entendo muito bem a sua posição. طبعا انا مش هتكلم كتير ومش هخش في تفاصيل. انا عندي احترام كبير جدا للنادي الاهلي ولعيبه الاهلي واداره الاهلي، لكن انا مش هتكلم علشان الاتحاد المصري ما يعاقبنيش. انما انا دلوقتي فهمت ليه مرتضى منصور ما يلعبش الماتش ده، ما يكونش مشارك فيه، وعشان كده انا بحييه. مسكين يا باتشيكو. باتشيكو بيقول كله عندك مساكين كده النهارده، كلهم مساكين، دي ليله المساكين وليله السعداء، فسيبني بقى ده انا مشحوب. فطبعا باتشيكو تصريحه، يعني انا شايف ان ده تصريح لا يليق بمدرب في لحظه زي دي. ليه؟ لان باتشيكو اتكلم يا جماعه عشان نعيد عليكم التصريح، ان هو بعد المباراه الان فهم كويس ليه نادي الزمالك رفض يشارك في السوق. انا اعتقد يا باتشيكو انك انت قلت انك مش عايز تتكلم في الاسباب عشان اتحاد الكوره ما يعاقبكش. لا، هو الحقيقه انت مش عايز تتكلم في الاسباب عشان انت مش عارف تتكلم في الاسباب، عشان ببساطه مفيش اسباب، عشان ببساطه باتشيكو من اكبر المدربين النموذج لفكره الباد لوزر. باتشيكو هو فعلا باد لوزر، دايما هتلاقي نوعيه التصريحات دي من باتشيكو امام الخساره مع النادي الاهلي، خصوصا ان مدرب لا يمتلك في رصيده امام النادي الاهلي سوى الخساره. واللي بياخد قضيه واحده الله يكون في عونه، الله يكون في عونه حقيقي، انما اللي بياخد ثلاثه، اللي بياخد القضيه ثلاث مرات هيبقى زي باتشيكو، هتبقى تصريحاته زي باتشيكو. باتشيكو اللي زمانه بيفكر ان ماذا لو كان اطراف المباريات الثلاثه اللي خسرها ببطولات دي كان فريق غير النادي الاهلي. كان زمانه في السيرة الذاتية بتاعته ثلاث بطولات، ولكن هو عارف ان المانع في كل مرة والصخرة اللي كانت بتتحطم عليها احلامه هو النادي الاهلي. المرات الثلاثة اللي باتشيكو قابل فيها النادي الاهلي كانت النتيجة خسارة وبثلاث بطولات. ارقام قاسية جدا، ارقام فعلا تؤثر على اي مدرب وتفقده اتزانه وتخليه يطلع تصريحات لا تليق بكبر وحجم النادي الاهلي. والنادي الاهلي اللي كسب في مباراه كانت مستحقه، لا في المره دي ولا في الكاس ولا في القضيه. الثلاث مرات يا باتشيكو، فاعتقد النادي الاهلي كان بيرد عليك في كل مره ان هو اللي حرمك في سيرتك الذاتيه تكون عندك الثلاث بطولات دي، فالدرس قاسي بس للامانه الله يكون في عونك. ثلاثه صعبه. هو معذور الحقيقه، ولكن يعني هو مش عارف ليه راح للقصه دي، وانا كاد اجزم كمان ان هو عنده كلام كان ممكن يقوله، لانه ابدا ان هو متخوف من الاتحاد المصري لكره القدم او من عقوبات الاتحاد المصري لكره القدم. الحقيقه انت كنت متحمس جدا لاداء المباراه دي، الحقيقه انت لعبت كاس مصر او نهائي كاس مصر امام النادي الاهلي، وقدرت تصل الحقيقه مع النادي الاهلي للاكسترا تايم، وده شيء ايجابي جدا ليك كفريق. لكن انت بتخاطب مين؟ انت مش مدير فني لفريق جماهيري. هل انت مثلا قلقان من اداره ممكن تقيلك بعد الاخفاقات اللي اتحققت؟ هل انت قلقان ان اقصى طموحاتك كان بيقف عند اقل نقطه في النادي الاهلي؟ هل انت قلقان ان انت تواجه النادي الاهلي مره اخرى، فبتبدا تدور من دلوقتي على الشماعات ان انت لما تقابل النادي الاهلي هتعرض لظلم؟ الحقيقه لو رحنا للمباراه واي حاجه حصلت في المباراه دي هتلاقي ان النادي الاهلي تم ظلمه تحكيميا بشكل بشع. تم ظلمه تحكيميا بشكل واضح وهنتعرض لده. لكن النقطه الاهم انت متاكد ان نادي الزمالك انسحب من مواجهه النادي الاهلي للاسباب المعلنه من قبل نادي الزمالك؟ انت اكيد عارف الاسباب المعلنه، انت اكيد واجهت نادي الزمالك واكيد واجهت النادي الاهلي، اكيد اكتر حد يعرف قيمه النادي الاهلي فنيا المدرب اللي بيواجهه، المدرب اللي مش قادر يخترق حصون النادي الاهلي ولا قادر يمنع هجوم النادي الاهلي من التسجيل في شباكه. الحقيقه باتشيكو انت مدرب صنعك منافسين وحطمك نادي اسمه النادي الاهلي
طبعا داخل كرة القدم المصرية. انت ممكن بقى تروح تحقق نجاحات في اي مكان تاني لكن في وجود النادي الاهلي انت صعب. ممكن الاندية تستفيد وانت برضو ربما تستفيد برضو، اسمك وصورتك وشكلك اتحط امام النادي الاهلي في بطولة السوبر، فبيتم القاء الضوء عليك. لكن الحقيقة اذا كان نادي الزمالك انسحب، ففي ابن من ابناء نادي الزمالك لاعب سابق في نادي الزمالك وضح الحقيقة اللي البعض عارفها كويس قوي بس بيرفض انه يذكرها. بيذكرها بحجة لاعب نزل في الدقيقة حاجة و70 الحقيقة يعني، وكل لعيبة النادي الاهلي مميزين، لكن هي القصة كلها هي ايه الشماعة اللي هنقدر نهرب بيها من مواجهة النادي الاهلي وهو في مستواه الحالي، وانا لسه عندي مشاكل فنية كتير جدا وعندي مدير فني جديد ممكن يكون دي نهايته امام النادي الاهلي، زي ما باتشيكو ما بيكتب نهايته دايما امام النادي الاهلي. خلينا نروح للكابتن بشير التبعي احد ابناء نادي الزمالك، لاعب سابق في نادي الزمالك، هو بيوضح سبب الانسحاب امام النادي الاهلي في بطوله السوبر. يعني الزمالك لو كان بيلعب بكره ما كانش هيكسب؟ لا، وممكن يخسر بفضيحه كمان يعني. يبقى عشان كده تم الاعتذار؟ لا، الاعتذار ده عشان حقه. لا عشان حقه. ما انا قلت لك عشان حقه. بص انا بقول ليه ولا عليا؟ طب مثلا اقول لك لا، الزمالك لو لعب بكره هيكسب، ايه المشكله؟ هو الزمالك مش هيلعب خلاص اعتذر. اقول لك لو لعب هيكسب ويكسب سكور كمان، اقدر اقول كده، بس انا ما بقولش كلام بهجس فيه وخلاص، انا بقول لك الحقيقه. الزمالك لو لعب هيخسر وهيخسر بسكور، زي ما انا قلت لك كده ماتش الزمالك الاخير لو ايه، الحمد لله ان الزمالك خسر 1-0 بس او 2-1 بس، ده كان ممكن تبقى فضيحه، وانت برضو الكلام ما عجبش وبتاع، وهي دي الحقيقه. انا عارف انا بقول لك ايه، انا كنت بلعب في الفرقه دي ولامسها كويس قوي وحاسس وبعرف ايه اللي بيحصل. احنا لعيبه نادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي دي في الوقت الحالي بتلعب في ال11 في التيم دي، لعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها، لعيبه بتشوف لعيبه النادي الاهلي في الملعب بيجي لها يعني حاله مش طبيعيه. ليه ما لسه كسبانين الاهلي السنه فاتت في الكاس؟ ده كان ظرف كده وخلاص يعني. انا بقول لك هو كان ظرف وخلاص يعني. بقول لك ايه، اللعيبه دي ماتش الاهلي لو طول شويه بتاع الكاس ده، لا النادي الاهلي عادي في الدقيقه 94 الدقيقه 95 ممكن يلعب بالنات ويكسب. يعني الامر فني واضح جدا، قصه ان الزمالك ينسحب ويطالب بحقوقه ده ممكن نتكلم فيها كلام كتير جدا، لكن الامر فني ايه؟ قال لك ده يخسر بفضيحه. قال لك انا لعبت في الفرقه دي وعارف ايه اللي ممكن يكون بيتم في الفرقه دي، اللعيبه دي مش واثقه انها تقابل النادي الاهلي، حتى لو في فتره من الفترات في مباراه من المباريات قدر نادي الزمالك يفوز، احنا بنتكلم على الوضع الفني الحالي. الوضع الفني الحالي صعب جدا، صعب جدا تتفوق على النادي الاهلي في الظروف دي اللي بيمر بيها النادي الاهلي في التوقيت ده، مع التوقيت اللي بيمر بيه نادي الزمالك من تغيير مدير فني، من مدير فني بيلعب بشيكابالا مركز 8 لاول مره في تاريخه، بيلعب بدبل 8 يعني، كان صعب جدا، دفاعات مفتوحه بشكل واضح جدا، وشفنا الكلام ده في مباراه الزمالك الاخيره، وده كلام فني مهم جدا من بشير التبعي بيوضح ان الزمالك لو كان لعب مش بس كان هيخسر، لا ده على حد تعبير بشير التبعي كان هيخسر بفضيحه، وناس كتيره قوي فاهمه كوره كويس قوي عارفه ده، حتى بعض الاعلاميين اللي لنا واقفه معاهم في يعني قادم الحلقه كان بيتحدث عن ان لا ده حقه وحقه والزمالك قادر يكسب. الحقيقه هو لما درب نادي الزمالك قال لك انا فضلت اعالج اللعيبه نفسيا ان هم ازاي يواجهوا النادي الاهلي، وان هم ينزلوا المباراه عندهم طموحات ان الكفه متساويه. فالحقيقه واضحه جدا ان لولا تدخل وجود بيراميدز كانت مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في كاس السوبر هتنتهي في الدقيقه 90. انا حاسس بالذنب، حاسس ان ممكن اكون اسات الظن بباتشيكو شويه، اتكيت على باتشيكو شويه، لان اذا كان كابتن نادي الزمالك نفسه شايف ان الزمالك كان هيخسر بفضيحه وسكور، لكن يا جماعه باتشيكو شايف ان فريق اللي جاب اخره، على فكره بيراميدز في المباراه دي جاب اخره فنيا بصراحه، يعني جاب اقصى ما عنده، شايف ان كل ده وطلعت خسران 1-0، وراجل درب الزمالك وعارف امكانيات الزمالك، ما يمكن شايف لو الزمالك كان في نفس المشهد كان هيخسر بنتيجه كبيره وبفضيحه زي ما قال كابتن نادي الزمالك، فيمكن الراجل قصده الزمالك انسحب عشان كده؟ وارد، لان شاف الاهلي فنيا فقال لك انا عرفت ليه هم سابوا. طيب بص يا باتشيكو، لو كان ده السبب فطبعا انت هتكون راجل موضوعي، ولكن بس ده مش هيوقف اتحاد الكوره. ما هو لو مش ده السبب هو ده بقى اللي جاي له. لو احنا يعني برضه بنحب نفتش في النوايا شويه هنا في خط احمر، فلو في فرضيه ثانيه مخلياك مش عايز تتكلم عشان اتحاد الكوره، تعالى نقفلها عشان ده ليله السوبر وليله الكاس السوبر، فما بنحبش احنا في الليالي اللي زي دي نسيب لحد حاجه. فتعالى نشوف لو كلامك تحكيميا وبتتكلم ان انت كان لك حق تحكيميا، هنجيب لك خبراء التحكيم وكعهدنا ما
مش احنا اللي بنتكلم، خبراء التحكيم هم اللي بيتكلموا. نشوف الخبير التحكيمي احمد الشناوي قيم المباراه تحكيميا ازاي بحالتها، ونشوف هل حتى ده كان لباتشيكو ليه راي فيه وكده يبقى هو كان بيقلل من النادي الاهلي، ولا احنا اسأنا الظن بالراجل وكان خايف على الزمالك من الفضيحه. نطلع ونشوف الفيديو. هل هناك في بص بقى هنا مفيش فرصه، لان في لاعب جاي قريب الفرصه المحققه مش موجوده، لكن لو كانوا دول ابعادوا بعدين هنا اللعيب بيمنع في لاعب تاني جاي، فالفرصه الحقيقه مش موجوده، تعتبر تبع الهجمه الواعده، وبالتالي الانذار فيها قرار صحيح. هو طالع عشان يوقف الكوره، بص عايز يستقبل الكوره، هنا اللعيب اللي قرب خلاص، فطبعا والقوه المستخدمه مش هي، والانذار هنا القرار قرار صحيح والانذار مستحق. طبعا هو كهربا يعني خلق لنفسه المساحة اللي أي تلامس ليه يحصل له بعد كده هياخد ركة خطأ، سواء خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء، فبالتالي ركة الجزاء قرار صحيح. بص هنا خلاص، وهنا اللعيب طبعا خلاص فقد كل حاجة، فقد الكرة، فقد التوازن، عرقل كهرباء ودفع كهرباء، فبالتالي ركة الجزاء صحيحة وقرار الحكم قرار صحيح بالاحتساب، والفار أكد له هذا القرار. تلاقي لاعب بيراميدز مش رايح للكرة، ده مش التحام عادل، لان هو بص الكرة فين وهو رايح بالشكل ده، وبالتالي هنا القرار هنا كان لابد من ركلة الجزاء وحكم المباراة، يعني الفار كان لازم يستدعيه طبعا البنا. الحاجة الاخيرة بقى اللي كنت اتمناها، يعني محمد الشناوي بالشكل اللي عمله ده كان لازم ياخد انذار. طبعا تقول لي حكم الفار ما تدخلش بالشكل اللي بيعمله ده، كان لازم هنا بقى كان ده دور يعني الحكم، لكن محمود البنا حب ان يعني ايه بيهدي الامور وشايف اشتباكات كتيره، ولكن كان على الاقل هنا محمد الشناوي لازم ياخد انذار. مش محتاج يعني، اعتقد التفسير التحكيمي بيقول في حته مختلفه تماما، بل بالعكس. انا مش عايز اقعد بقى عند باتشيكو في النقطه دي خالص، لان باتشيكو احنا ردينا عليه بما فيه الكفايه، والقصه عندي اكبر من باتشيكو. الاهلي على مدار المواسم الاخيره بيتحط في ظروف ان هو لازم يدي 100% عشان يكسب، وده خارج كل قواعد كره القدم. وللاسف وصلنا كجمهور، وانا لا الوم جمهور النادي الاهلي لان هو متعود ان النادي الاهلي لازم يكسب تحت اي ظرف، بس يا جماعه النادي الاهلي مش فكره اللي انا بتحدى الطبيعه. هو انا مش دوري كنادي احط لك عوامل استثنائيه غير كل الانديه واقول لك لازم تكسب وسطها؟ يعني التحكيم يبقى جاي عليك واقول لك معلش اصل رغم التحكيم ورغم ان انت بتتحققلكش ظروف العداله انت لازم تكسب عشان انت النادي الاهلي؟ هو مين يا جماعه النادي اللي في العالم كله بيشتغل بالقاعده دي؟ هو انا ليه كنادي اهلي لازم اتحط في تراك غير كل الانديه اللي موجوده في العالم؟ اديني حقي. النهارده المباراه البنا هو اللي في مباراه الاتحاد عنده الجراه ادي 100 ركله جزاء. في مباراه الاتحاد بحسب للاتحاد ركلتين جزاء. اجي النهارده في مباراة علي جبر عنده انذار في بداية المباراة في أول دقيقتين، ثم في الدقيقة 33 تقريبا في انذار تاني بتاع اللعبة اللي وقفها بإيده فيها انذار مستحق ويطرد، المباراة خلصت. لا مش هيطرد. حسين الشحات يدينا ضربة جزاء المباراة هتخلص خلاص، النادي الأهلي كده بقى ضامن المباراة. لا مش هتتحط. مطالب الشناوي بعدها يعمل صدة مهمة جدا في الانفراد اللي نزل وشالها برجله. انت مطالب كنادي اهلي تتحط طول الوقت في ظروف استثنائية، ادي 100% 120% عشان تكسب. ونيجي امبارح نسمع في التعليق ان البنا كان راجل عالمي، تحكيم اوروبي، اوروبي ايه يا جماعة؟ يا جماعة والله العظيم التحكيم مش هيتطور، وفكرة ان البنا بياخد مباريات في افريقيا انا مش ده المقياس بتاعي، انا مقياس المباراة، كم الاخطاء غريبة جدا. طول الوقت لازم النادي الاهلي يبقى مضغوط، طول الوقت ادي 120%. اعتقد التحكيم محتاج شغل كتير جدا جدا جدا. مش انا قلت لك من زمان اللي يقول لك التحكيم المصري بخير قول له والله العظيم التحكيم المصري ما بخير؟ انا اتكلمنا كتير جدا عن التحكيم المصري، واتكلمنا تحديدا في الكابتن محمود البنا اللي انا بشوف ان هو واخد كريدت لا يستحقه على الاطلاق. الحقيقه احنا ما زلنا عايشين عصر اعبر بالمباراه لبر الامان. ده اللي كان بيتقال في الثمانينات والتسعينات، حاليا بقى بيتقال الاحتواء. الحقيقه احتواء المباراه لابد ان يكون بتطبيق القانون. كابتن محمود البنا
رفض ان هو يطبق القانون بطرد علي جبر في لمسه اليد الواضحه. خلينا نروح الاول لخبراء التحكيم، هل نادي بيراميدز بالفعل وقع عليه ظلم؟ وثم نعقب على الحالات اللي المفترض الكابتن محمود بنا كان يتوقف عندها، لان عندنا كلام مهم جدا جدا في المباراه دي من الجانب التحكيم. نشوف الكابتن سمير عثمان ونرجع نعقب. قرار ممتاز من محمود البنا، احتساب ركله حره مباشره وانذار بس على علي جبر، مش كارت احمر. انت عارف لازم الاربع حاجات يتضافوا، الاتجاه موجود، المسافه موجوده، سيطره على الكره موجوده، ما عدا حاجه واحده، عدد المدافعين. هنا عدد المدافعين، في مدافع لبيراميدز فتتحول من كارت احمر لكارت اصفر، وده كان قرار ممتاز من محمود البنا. الحاله الثانيه ركله حره مباشر ممتاز، برافو على محمود البنا، احتسبها، بس هنا ينقص العقاب الاداري طبعا. هنا الايد خارجه بره الجسم، في اعاقه للكره وهي رايحه، يبقى لازم هنا في انذار على علي جبر، ودي كانت في الدقيقه 32. كان لازم هنا يطرد بقى لانه كان واخد اصفر. احنا قلنا في انذار الاولاني ودي انذار تاني، الانذار التاني يبقى طرد. احنا بنجيب حاله حاله بغض النظر هو كان عنده ايه. حاله مهمه جدا في المباراه، اول حاجه هنا مفيش اي تعمد، بس التعمد اتلغى بقاله 15 سنه. حطوا مكانه اهمال، تهور، استخدام قوه زياده. الكره دي اهمال، يعني اهمال انا بحاول العب الكوره بس عقت الخصم. عيد تاني، الاهمال التعمد اتلغى بس عندنا اهمال. هنا الاهمال ايه؟ الراجل بتاع بيراميدز عاوز يلعب الكوره، ما جاش في الكوره، خبط في كهربا، ركله الجزاء سهله، برافو البنا حسبها. واكد برضو عبد الرحمن قال علي حكم الفار عليها، كره طلعت بره تمام، لعيب وقع خلاص، دي سلوكيات لعيبات ان شاء الله. تخيل بقى ما الحكم، يا عيني مساعد الحكم بيدافع، ايه اللي احنا بنعمله ده؟ بيدافع بيقول لهم يا جماعه معلش وبتاع، كل ده لازم هنا طبعا في رش انذارات. انما كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن شناوي طرد. واحد بيخرج بره الملعب بيضرب زميل واللعب واقف، بالمنظر ده لا يمكن. انت بتجري 45 متر 45 متر الشناوي الشمال، صعبه، لازم يبقى فيه ثبات انفعالي اكتر من كده. كابتن الشناوي وكابتن منتخب مصر بتخرج من جولك 45 متر بتجري بتضرب لعيب بره، لازم هنا كان يبقى فيه طرد. لو البنا مش هيطرد لازم حكم الفيديو ينادي، ممكن البنا ما يشوفهاش. حاله هنا برضو هنا عندنا في حاله ركله جزاء لصالح نادي الاهلي، لو البنا ما شافهاش يبقى لازم حكم المباراه حكم الفار يتدخل. بس هنا لو هتحسب ركله جزاء يبقى عندك حاجه واحده، كارت واحد لازم يطلع، مش كارت اصفر، كارت احمر، لان دي فرصه محققه وفي منافسه بالجسم. هنا مفيش منافسه، لو كان بيلعب بالرجل اوكي، بس هنا في الاعاقه بالايد، يبقى هنا في ركله جزاء، هتحسب ركله جزاء يبقى لازم كارت احمر. يعني باتشيكو بيقول انا عرفت ليه، كانك لو تسمع المصطلح ده يا ده اتعرض لظلم تحكيمي فادح. الحقيقه انا هقف عند لقطتين، اللقطات او كذا لقطه، يعني اللقطات اللي اتفق عليها جميع خبراء التحكيم، وهي لقطه في الدقيقه 32 طرد علي جبر للانذار الثاني. انا استغربت بس من كابتن سمير عثمان ان هو بيقول ممتاز البنا احتسب الخطا. ما هو لو ممتاز البنا وعشان تديله الامتياز لازم يطبق قانون اللعبه، وقانون اللعبه بيقول ان التسديده دي في ايد علي جبر تستحق الانذار الثاني، وكان علي جبر وقتها هيخرج من الدقيقه 32 ونادي بيراميدز هيلعب منقوص لاعب. ده لو تغاضينا عن شد الشيبي في الدقيقه 11 لتيشيرت احمد عبد القادر من كتفه، عن تدخل الشيبي في الدقيقه 21 في الكابتن محمد الشناوي بدون كره، والكورتين يستحقوا الانذار، وتجاهل ايضا البنا هذه القرارات. هنيجي نقول نقطه تاني فيها اتفاق بين جميع خبراء التحكيم او الكابتن سمير عثمان والكابتن احمد الشناوي، هي ركله جزاء حسين الشحات اللي كانت تستدعي طرد تاني لعلي جبر. يعني لو علي جبر اتطرد مره وعدى، لا كمان ده يستدعي طرد وركله الجزاء. وهنا هقف بقى واقول لكم ليه الكابتن محمود البنا انا عندي تحفظ شديد جدا عليه، والكابتن سمير عثمان في معياره للكره دي يعني واضح جدا ان اخطا فيها الكابتن محمود البنا. خليني اقول لكم التحفظ ليه، لان كان في كره ابسط من دي بكتير، التحام غير موجود من وجهه نظري على الاطلاق في مباراه الاهلي والزمالك 2-2، المباراه الوحيده اللي كان فيها الكابتن محمود البنا حكم ساحه، احتساب ركله الجزاء لسيف الجزيري نتيجه تيشرت رامي ربيعه لمس تيشرت سيف الجزيري. استدعاه الكابتن محمد عادل حكم تقنيه الفيديو وقتها، راح الكابتن محمود البنا، شوف يا كابتن محمود، شافها الكابتن محمود ضربه جزاء ازاي؟ ما تعرفش، بس هي كانت نصيب علي لطفي ان هو يتصدى لركله الجزاء من محمود علاء، يعني لاعب الزمالك السابق والاتحاد الحالي. ده الكابتن محمود البنا اللي معياره بيختلف مع لون التيشيرت، او عندما اختلف لون التيشيرت. اللقطه بقى اللي اختلف فيها خبراء التحكيم وهي لقطه الشناوي، انا عندي قاعده ثابته تماما، لما بقول ان خبراء التحكيم بيختلفوا على اللقطه
فيبقى الخطأ مش فادح مش فج، خاصة إن كان موجود حكام تقنية الفيديو قادرين إن هم يشوفوا المشهد بشكل واضح. كابتن أحمد الشناوي قال إنذار لقطة محمد الشناوي، والكابتن سمير عثمان قال طرد لقطة محمد الشناوي، والحقيقة الكورتين يعني سببهم لاعب كان المفترض يطرد في الشوط الاول عند الدقيقه 22 وهو محمد الشيبي، ولو افترضنا ان كان في قرار المفترض يصدر لابد ان تاخذ باسبقيه الاخطاء التحكيميه المؤثره في نتيجه المباراه. هتلاقي ان الشوط الاول، ويمكن ده قاله الكابتن وجيه احمد والكابتن محمد صلاح فتاح في الراديو، ان الاثنين لعيبه كانوا المفترض يطردوا في الشوط الاول نتيجه انذارات لم يحصلوا عليها. فما ينفعش ابدا يا باتشيكو تقول انا عندي كلام محتاج اقوله ولكن الان من وجود الاتحاد، لان الحقيقه انت استفدت كتير جدا انك لعبت 120 دقيقه امام النادي الاهلي. ولكن ورساله اخيره خاصه بلقطه محمد الشناوي ولقطه الكابتن علي معلول والكابتن محمد الشناوي. البعض تفرغ يعني من متابعة الدوري ومتابعة بطولة أفريقيا والخروج من الكأس مصر وخسارة السوبر بالانسحاب، وبدأ شغله الشاغل هو ملاحقة النادي الأهلي إعلاميا. فبعض الإعلاميين المنتمين لنادي الزمالك خلاص شايفين أن نادي الزمالك حاليا بينافس على التواجد في المربع الذهبي حتى يعني يشارك في الكونفدرالية العام القادم إذا انتهى الموسم قبل الموعد النهائي يعني للكاف المتعلق بالأربع أندية اللي يشاركوا في الكاف. فبدأ يصدر إيه بقى؟ تعالى نقول الساعة 3 بالليل إن لجنة الانضباط قررت تحويل الشناوي وعلي معلول للتحقيق. كلام لا أساس له من الصحة، كلام كاذب، كلام هدفه تصدير الضغط على نجوم النادي الأهلي، كلام هدفه تصدير الضغط على الاتحاد المصري ولجنة الانضباط، كلام ملوش علاقة أصلاً بتطبيق اللوائح والقوانين، لأن الأمر بسيط جداً. ما حدث من الشناوي وعلي معلول من وجهة نظر الإعلام المنتمي لنادي الزمالك حدث أثناء ال 120 دقيقة، وبما إن حكم المباراة وحكم الفيديو لم يتخذ قرار إداري تجاه اللاعبين، إذن تقريره مستحيل يدين اللاعبين بشكل يسمح إن هم كانوا يستحقوا الطرد، لأن ده تقرير هيدين الحكم نفسه في إنه لم يتخذ القرار اللي من وجهة نظره كان شايفه وما طبقوش في أرض الملعب. وبالتالي تقرير الحكم اللي ما كانش لسه وصل قبل الخبر، تقرير مراقب المباراة اللي هي المفترض داخل ال 120 دقيقة، لن يستطيع إدانة الشناوي وعلي معلول أي أحد. القصة باختصار واضح، عشان قصة ان الناس دي تقبل الضغط ويتعمل موازنات سيب ونسيب قضية قصاد قضية لن نسمح على الإطلاق. الموضوع تطبيق لوائح، الحكم لم يتخذ اي قرار اداري، حكام الفيديو من دولة الامارات العربية الشقيقة لا كل التقدير والاحترام لم يتم استدعاء الحكم. فأي كلام عن محاولة الضغط على لجنة الانضباط، على لجنة المسابقات، على اتحاد كرة القدم المصري غير مقبول على الإطلاق الاستجابة ليه، ولن نسمح بيه على الإطلاق. دي كانت نقطة مهمة. نشوفكم بعد الفاصل. والأهلي خط أحمر، ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر، وكنا بنكلمكم عن محاولات إفساد فرحة النادي الأهلي بالسوبر. يمكن البعض ما تعلمش من تجارب الماضي، يمكن البعض حاول يفسد قبل كده مشاركة كهربا بلوائح ويدعي إن هو لديه خبرة في اللوائح، وكانت القصة واضحة وكانت خيبة الأمل أوضح، وكان اللاعب اللي البعض اعتقد ان هو مش هيلعب وهيتفرج وهو انهى مسيرته وهيتفرج وهو عاجز عن اللعب لحد ما يدفع الغرامه، اتسبب اللاعب ده في انسحاب فريقه من السوبر، اتسبب اللاعب ده في ان فريقه يخسر اموال كتير جدا كان ممكن نتيجه مشاركته في السوبر، اتسبب ان فريقه يدخل في كل المتاهه دي لان البعض في فريقه مشي وراه. جاي دلوقتي بيتكلم في عقوبات، وجاي دلوقتي من جديد هيتعلم درس اعتقد مهم جدا ان الكلام ما يكونش مرسل. وكان عندك تعقيب في النقطه مهمه، لان انا مستغرب جدا للاستوديوهات التحليليه فارس والخطا اللي ما حدش اتكلم عنه خالص، وهو تدخل محمد حمدي الباك ليفت لفريق بيراميدز على خالد عبد الفتاح. اللقطه يا جماعه لم يتوقف عندها اي احد، وكانها مرت مرور الكرام زي ما مرت على الكابتن محمود البنا مرور الكرام، لدرجه ان هو ما احتسبهاش اصلا فاول. الكره عند منطقه الجزاء، تدخل عنيف جدا من محمد حمدي على قدم خالد عبد الفتاح. من وجهه نظري كان يستحق على الاقل اولا ان الكابتن محمود البنا يحسب الفاول ثم عقوبه اداريه. ده من ضمن الاخطاء التحكيميه الكتير اللي كلها بلا استثناء تقريبا او استثناء واحد اللي اتكلم عنه الكابتن سمير عثمان كانت تصب لصالح نادي بيراميدز، والناس تيجي تكلمنا عن التحكيم المصري. طيب اعتقد اتكلمنا فيما يخص احداث المباراه جوه ال 90 دقيقه.
ولكن بره ال 90 دقيقه كان عندنا مواويل اعتقد كلها في خط احمر هتكون حاضره، ومش هنسيب حقنا في حاجه، ومش هنسيب حد يعتقد ان هو ممكن ينحاز يتخلى عن موضع المسؤوليه يدي رساله سلبيه لدور المسؤول واحنا هنا نقف نتفرج. بتكلم عن مين؟ بتكلم عن كابتن حازم امام اللي ربما اختلط عليه الامر ما بين كونه كابتن نادي الزمالك وبين كونه عضو في الاتحاد المصري لكره القدم لما قال التصريحات دي واللي اتنشرت على اغلب المواقع. التصريح كان بيقول: وتحدث حازم امام عبر 1-2 على راديو اون سبورت اف ام، ازمات الكره في مصر اصبحت اكثر من لعبه كره القدم نفسها، لكننا نسعى دائما لوضع الحلول المناسبه. حلو، ايه هي يا كابتن حازم الحلول المناسبه؟ واستمر في تصريحاته: لجنه الانضباط والاستئناف لجان منفصله، وليس من حق اتحاد الكره التدخل في قراراتها. تمام، بتدي استقلاليتها، نشوف بقى الاستقلاليه وان انت كعضو اتحاد كره ما بتضغطش. قال ايه بقى؟ وعن موقف كهربا: ارفض قرار لجنه الانضباط يا سيدي بتعليق قرارها حول ازمه كهربا الاخير. هو هنا طبعا يا جماعه اولا قصده لجنه التظلمات، لانه به ظلم كبير على نادي الزمالك، ولو كان القرار ضد الاهلي ايضا كنت ساقول نفس الكلام ولن اغيره. قرار الزمالك بالانسحاب من السوبر قرار صحيح، لانه شعر بظلم كبير بعد تعليق تنفيذ قرار ايقاف كهربا. اتحاد الكره يتعرض دائما للظلم بدون وجه حق، لان القرارات في النهايه تخص اللجان. بص بقى كابتن حازم، هو لو قبل كلامك ده اتحاد الكره كان بيتعرض للظلم دون وجه حق، فبعد كلامك مفيش انسان عاقل ولا مشجع عاقل للنادي الاهلي يشوف ان اتحاد الكره بيتعرض للظلم دون وجه حق، لان انت ناسي ان انت عضو اتحاد كوره، ولان انت كعضو اتحاد كوره مش قادر تفرق من اليوم الاول واحنا قلنا لك هنا على الشاشه دي ان انت اكتر حد بتدي نموذج لفكره كونفليكت اوف انترست، تضارب المصالح. تضارب المصالح ما بين كونك مشجع لنادي الزمالك ومسؤول في اتحاد الكوره. تضارب المصالح ما بين كونك مسؤول في اتحاد الكوره وما بين كونك اعلامي، مش قادر تفرق. عشان كده طلع مشهد شديد التشوه، وانا بشوف ان ده مشهد مشوه. ليه مشوه؟ لانه مش موجود رياضيا في اي حته في العالم. افتح كده وقول لي فين اتحاد لعبه في عضو مجلس اداره بيخلط الخلط ده ما بين انتمائه وما بين كونه عضو مجلس اداره؟ مستحيل. الراجل بيهاجم لجان الاتحاد على قرارها، الراجل بينحاز لنادي الزمالك في قرار طرفه النادي الاهلي المصري. والله يا كابتن حازم اسمه النادي الاهلي المصري، بيمثل مصر، موجود في الدوري زيه زي نادي الزمالك. فالانحياز هنا غير مفهوم، هو مش النادي الزمالك في طرف مع نادي خارج مصر، فاتفهم ساعتها انحيازك وانك تتخلى عن دور المسؤول. تمام، انما اسمه النادي الاهلي المصري باي شأن وباي عقليه ان انت تنحاز وتقول ان هو مظلوم انتصارا لوجهه نظره؟ يا جماعه ده ليس موضع المسؤوليه. يا كابتن حازم انت كنت في اتحاد الكوره ولجنه من لجان الاتحاد بتستقيل بسبب رئيس نادي الزمالك. ما طلعتش قلت كده ليه؟ انت تم التعرض ليك والاساءه انت وكل اعضاء، واتهامكم بالفاظ وكل انواع الاعتداء عليكم كاعضاء اتحاد كره باللفظ، وعلى لجان سواء لجان انضباط او سواء لجان تحكيم بكل انواع العبارات، وما خرجتش تكون حريص على مصلحه الكره المصريه ولا تقول اللجان ولا تهاجم نادي الزمالك. كنت بتتوارى خارج المشهد عشان انتمائك، وجا اللحظة اللي انت تعبر فيها عن انتمائك ما فضلتش تتفرج، لا كان لك موقف واضح وصريح بعكس دور المسؤولية. كابتن حازم رسالتي ليك، والله في أي مكان في العالم بعد هذا المشهد الطبيعي تطلع تستقيل، ما دون ذلك أنا مش فاهمه. هصدقك ازاي أو أي مشجع أهلاوي بعد كده هيرى أن انت لا تخدم النادي اللي انت شايفه مظلوم؟ لو عايز مجلس إدارة نادي الزمالك تفضل، مناسب جدا لقناعاتك المعلنة، ولكن لو عايز تستمر في اتحاد الكرة اللي انت عملته ده انا بقول ان هو مشهد غير مسبوق في تاريخ الاتحاد المصري لكرة القدم ان يطلع حد يعبر بالشكل ده ويقول ان هو مع طرف ضد طرف. حتى لو كانت بتتلعب قبل كده في الغرف المغلقة ما كانش في حد بالمباشرة دي.
هو كابتن حازم في المشهد ده متناقض الى حد كبير، بس هو الكابتن حازم خلاص يعني هو اسقط من وجهه نظري اعلاميا وجماهيريا في كره القدم طبعاً. يعني مسؤوليه منصب عضو اتحاد كره القدم وتحول المسمى الوظيفي لكابتن حازم امام داخل الاتحاد المصري لكره القدم هو مندوب جماهير نادي الزمالك. الكابتن حازم امام بدا يلعب لعبه جماهيريه، ويمكن اول دخوله لاتحاد كره القدم المصري لما كان بيضغط عليه في وقت الكابتن هاني ابو ريده او المهندس هاني ابو ريده وكابتن احمد مجاهد والقصه دي، كان بيقول يا جماعه هو انا لسه يعني هو لسه قعدت في الاتحاد عشان جماهير الزمالك تطالبني اعمل اي موقف؟ اعتقد بقى نادي كابتن حازم امام طول في الاتحاد فبدا يعمل المواقف دي. والحقيقه ان كابتن حازم امام مش موقف بس فقط لا غير، لا ده هو بيديك انطباع ان اي موقف انا معترض عليه داخل الاتحاد انا هطلع اعترض وهوضح اعتراضي وهقول ان انا معترض على الموقف ده. وهنا بيحط قاعده، بما انك لا تعترض على كل المواقف فانت متضامن مع اي موقف الا اللي انت اعترضت عليه. انت اعترضت على تعيين ايهاب جلال، اعترضت على الاختيار بالتصويت، اعترضت حاليا على لجنه الانضباط، برغم ان التناقض واضح جدا جدا في وصفك انت تحديدا وردك انت تحديدا ان والله اتحاد الكره ملوش علاقه، يا جماعه دي لجنه الانضباط ودول ساده قضاه محترمون. ده كلام الكابتن حازم امام في رده على قرار التاجيل. كل لجنه بيقول والله العظيم الاتحاد ملوش دعوه بالموضوع، ان كان في قرارات لجنه الانضباط او قرارات لجنه الاستئناف وكل لجنه قضاه قضاه محترمون وقراراتهم مستقله. فالمفترض يا كابتن حازم الاولى باحترام هذه اللجان هم اعضاء مجلس اداره الاتحاد، الاولى باحترامهم هم الاعضاء، لكن حضرتك عضو مجلس اداره طلعت ونفيت عن صفه الاحترام للقوانين عن اللجان دي لما تقول ان ده قرار ظالم. ده معناه ايه؟ ان اللجان دي ظالم ادت قرارات لنادي او للاعب على حساب نادي، فانت هنا بتنفي عنهم صفه الاحترام اللي انت نفسك قلتها يا جماعه دول مستقلين وقضاه محترمون. اذا يا كابتن حازم انت وقعت في حاله من حالات التناقض، مش بس عشان مواقعك الكتير، لا عشان انت اصبحت المسمى الوظيفي ليك داخل الاتحاد المصري لكره القدم هو مندوب جماهير نادي الزمالك في الاتحاد. انت يا كابتن حازم اللي بتكلم المسؤولين في نادي الزمالك وتقول لهم بلاش تشكروني على الهوا عشان بتعرض لانتقادات، فلما بدأوا يعني يتوقفوا عن شكرك على الهوا وبدأ الانتقاد يطولك قمت طالع تقول يا جماعه ده مش احنا، والله مش اتحاد الكره، ده لجنه القضاه. الحقيقه كابتن حازم وقع في مشكله اخرى غير قصه لجنه القضاه، الا وهي اعتراضه او اعتذاره عن السفر لحضور مباراه السوبر. وكابتن حازم عارف كويس قوي ان هو اعتراضه ولاعضاء الاتحاد بسبب القرارات اللي صدرت بسبب انسحاب نادي الزمالك، وهنا الكابتن حازم امام خلاص اكد بما لا يدع مجال للشك انه مندوب نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك في الاتحاد. ما كانش يصح ابدا يا كابتن حازم تعتذر عن السفر لمباراه السوبر ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، لان الاثنين ناديان مصريان. فحضرتك عضو اتحاد كره كنت هتسافر والزمالك فقط لا غير طرف في المنافسه، لو الزمالك مش طرف في المنافسه فانا بعتذر يا جماعه ومش هقدر اروح. ده للاسف موقف كابتن حازم امام من كل الملفات اللي موجوده داخل الاتحاد، متضامن مع كل شيء متعلق بنادي الزمالك وضد اي شيء يصدر ضد نادي الزمالك. ما سمعتش ابدا اعتراض ولا كابتن حازم امام انا اسف يعني اتنحرر للاتحاد لما اتقال عليه ان الاتحاد ده بيجامل نادي على حساب نادي. ما وقفتش ليه يا كابتن حازم ضد البيان اللي صادر وقلت لا؟ يا كابتن حازم ما زعلتش ليه؟ ما زعلتش ليه لما نادي الزمالك بمسؤوليه رفضوا ان هم يقدروا الاتحاد المصري لكره القدم ويبعتوا خطاب يوضح موقفهم من مباراه السوبر؟ ما سافروش وما اعتذروش ولا وجهوا اي خطاب، وللاسف الاعلام المصري شغال على اكذوبه 60 دقيقه وترد علينا، القصه مش كده على الاطلاق. قصة تم طلب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل اللجنة المنظمة في دولة الإمارات، لو سمحتوا ردوا علينا مين الفريق اللي جاي يواجه بطل السوبر النادي الأهلي مين؟ فالاتحاد المصري بدوره بعت خطاب لنادي الزمالك بعد إذن حضراتكم عايزين موقف رسمي قبل الساعة 3 عشان هنرد بموقف رسمي قبل الساعة 4 على اللجنة المنظمة. تم ترويج أكذوبة الستين دقيقة في الوقت اللي المفترض كان الإعلام الرياضي يقف عند النقطة دي ويتكلم، هو الاتحاد ليه مش معبر نادي الزمالك ليه مش معبر الاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو عضو فيه كابتن حازم إمام؟ لكن كابتن ما زعلش، كابتن بصفته مندوب نادي الزمالك مش هيزعل. ده الكلام ده للاتحاد، الكلام ده للجان، عدم الاحترام ده للاتحاد،
عدم الاحترام ده للجان. كابتن حازم اعتقد انت وقعت بشكل واضح جدا وسقطت من نظر كثيرين حتى بعض الزملكاويه، وعليك مراجعه نفسك عشان تتذكر ان انت مسؤول في الاتحاد مش مسؤول او مندوب لنادي الزمالك. يا اسامه يزعل ايه من 60 دقيقه؟ بقول لك اتحاد الكوره تم الاساءه ليه وقال انتوا تتضربوا واحد واحد، بنتكلم في 60 دقيقه حتى دي مش صحيحه يعني. تخيل انت الموقف صعب جدا، مديونيات يا اسامه وشفناها وما فيش كلام عليها، قصص كتير جدا. وللامانه ملف سيف الجزيرة يا فارس، مين اتكلم عنه؟ ملف لما بناش عارفين الاتحاد بيبعت عقود ما فيهاش والزمالك بيبعت عقود ما طلعش كابتن حازم اتكلم ليه؟ عشان كده انا بقول لك ده قصه 60 دقيقه دي حاجه يعني. لا يا جماعه ده هو اتعرض لاساءه شخصيه واتقال له وتم مهاجمته بشكل مباشر. فللامانه برضه يا جماعه لما احيانا المشهد بيبقى مشوه كده بيخلينا نروح لقناعات مش شبهنا كاهلي، وانا هقولها واتمنى تفهم فيها، بس ده دورنا هنا ان احنا دايما نقول ده. الناس خرجت في المشهد ده وتطالب اعضاء اتحاد الكوره اللي ميولهم اهلاويه او انتمائهم اهلاوي زي كابتن محمد بركات والاستاذ خالد الدرندلي، اعملوا زي حازم. لا، انا اطلب من عضو اتحاد الكوره ان النادي الاهلي لا يضار زي كل الانديه. اطلب منه انه في موقف الخطاب، وكنا هنا لنا موقف انا واسامه واضح جدا واضح جدا رغم ان الناس دي بتنتمي للنادي الاهلي ولها تاريخ مع النادي الاهلي، واحنا هنا خرجنا قلنا اللي انتوا بتعملوه ده بياكل من رصيدكم، وقلنا ان ده خطا، وموقف الخطاب لازم يكون لكم موقف واضح وصريح فيه لانه خطا واضح اداريا. ما هوش قصه انديه، قصه ان ده باعتراف كمان الجهات الاداريه وتحقيقاتها، وهي قالت ان انتوا تاخدوا ما يرتقيه للاتحاد. فكان هنا لنا موقف، انما ان احنا نقول لعضو اتحاد كوره ميوله اهلاويه العبها اهلي وزمالك، احنا عمرنا ما عملنا ده ولا هنعمل ده ولا دي مدرستنا. ولكن نقول لهم حاجه، نقول لكابتن بركات واستاذ خالد الدرندلي وكل اعضاء اتحاد الكوره بغض النظر عن انتماءاتهم، لما يجي لك خطاب يتقال لك فيه ان انت اتحاد بتجامل النادي الاهلي على مدار 75 سنه ويتقال بعدها ان محامي ايطالي هيوديك للفيفا، لا اتحرك بقى كاتحاد، اتحرك بقى كاتحاد، لانك انت في اتحاد عديت حاجات كتير جدا، جوابات تتبعت زي ما اسامه كان بيقول فقيد لاعب، مديونيات، شيكات تروح تصرفها تلاقي مفيش رصيد، وعمال تعدي 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 تعدي. كفايه بقى، انت عارف ان اللي بيهدد انه هياخدك للفيفا ده انت تقدر تديه او تنزله للدرجات الادنى لانه عنده مخالفات كتير حتى في التراخيص. لا دي يتجمد طبعا، يتجمد طبعا، كنت سألها تجميد بالكامل بمخالفات كتير جدا. فاتحاد كوره جمد قلبك، عمرنا ما هنقول لعضو اتحاد كوره اهلاوي العبها اهلي وزمالك، اسف دي مش قصتنا هنا. واحنا ما ينفعش نفضل طول الوقت نقول لكم حاجه ونيجي هنا على الشاشه نقول غير كده، وانا واثق ان دي قناعات انا واسامه لان احنا طول الوقت بنقول ده. ولكن جمد قلبك بقى، اللي بيقول لك تعالى هاخدك للفيفا، لا تعالى انت بقى، مفيش اي مبرر لغير ان انتوا تعملوا كده. ونقطه كمان يا فارس عشان بس البعض طبعا. لا مش نقطه، انت قلت احنا بنطالب ان الاهلي لا يدار ولا يجامل طبعا. يعني عشان بس الناس ما تفهمش المصارات احنا لا بنطالب لا باضرار بحقوق النادي الاهلي ولا بمجامله النادي الاهلي، احنا عايزين حق فقط لا غير، وعايزين نتعامل. احنا يا جماعه في كلام الناس ممكن تكون مش بتحب تسمعه حتى من جماهير النادي الاهلي، لان انت شايف النادي الاهلي اعظم نادي في الكون، وهو بالفعل هو اعظم نادي في الكون، ولكن في اللوائح في القوانين احنا بنقول لا، عملنا زي معامله كل الانديه في اللوائح والقوانين، لان انت لو عملت النادي الاهلي زي معامله كل الانديه في اللوائح والقوانين هيبقى النادي الاهلي على القمه ببساطه شديده. اعتقد رساله واضحه. احنا هنروح لموقفين بالفيديو يبينوا لكم كابتن حازم، ولكن احنا على فكره لاننا ما بناخدش الموضوع شخصي كنا بنروح لنقاط هي جوهريه اهم من فكره الاشخاص، ولكن عايزين نديكم مثال لفكره ازاي انت بتتعامل مع قضيه في اطار ميولك وفي اطار مزاجك وفي اطار انت بتحدد ايه، لما نشوف الفيديو ده لكابتن حازم امام. فكره اللجنه الفنيه اللي تبقى مسؤولة عن المنتخبات داخل الاتحاد تتواجد خلال الفترة القادمة؟ مش عارف والله يا كابتن، الأغلبية وبالتصويت الله أعلم ممكن ما يوافقوش. لا معلش بس يعني أقدر يعني
مش عايز اقول خسرت معركه او خسرت تصويت او حاجه، وانا عارف انت بتحترم ايهاب جلال جدا عشان طبعًا بس طبعًا عشان الناس تبقى فاهمه هنتكلم في النقطه دي شويه، لكن مش معناها انك ما يعني ما وفقتش في دي انك تستسلم. يعني فكره شفتيني وانا بحارب قد ايه على الترابيزه معاك، يعني انا قعدت 7 شهور كلهم خناق. حضرتك قلت انا نفسي قصار فعلا. انا بزهق. يعني انا من الناس اللي بزهق. ايوه، لكن المؤكد ان ما عنديش مدرب للمنتخب الاولمبي، والمؤكد ان عندي تصفيات قريب. طب امتى؟ طب القصه ازاي؟ ما انا مش عارف بقى كابتن، زي ما قلت لحضرتك هيبقى تصويت تاني ولا لجنه فنيه. انت هترفض موضوع التصويت طبعًا مره تانية؟ طبعًا. انت بتروحش الاتحاد من ساعه موضوع كروش؟ لا دي هزت هزت راسك، الناس مش هتشوفها. لا ما رحتش. ما رحتش. مش هتروح ولا ايه؟ لا رد، الاشارات ما تبانش في الراديو. يعني شويه كده. لما ناخد موضوع التصويت ده بعد كده نشوف حل فيه. يعني يعني في حاجات زي ما بقول لحضرتك، في حاجات تصويت فيها صح طبعا ولازم، وفي حاجات الفنيه بحته محتاج لجنه تدرس هذا الموضوع وتدي قرار للاخر طبعا مكس اداره، بس من خلال لجنه فنيه حازم مباركات. مش لازم يسموا اي اسم. يعني اعتقد ان كابتن حازم امام كان مفترض بعد تواجده اكتر من مره في مجالس ادارات منطق مختلف تماما. لو انا الامور مش هتمشي على هوايا فانا بعتذر وما كنتش موجود في الاتحاد، ولو انا قضيه نادي مصر فيها طرف ضد نادي مصر تاني، لو انا ما مررتش قناعاتي وما مررتش المحاولات اللي انا شايفها وجهه نظري فيها صح، هطلع وهاجم الاتحاد وهاجم لجانه، يا اما مره هاجم زمايلي يا اما مره هاجم فكره التصويت. اعتقد يا جماعه لما انا قلت ان هو مشهد مشوه، انا ما شفت ازاي المشهد ده في اي اتحاد على مستوى العالم. واسال نفسك يا كابتن حازم، انت عايز تكون عضو في اتحاد الكوره ولا عايز تكون عضو في مجلس اداره نادي الزمالك؟ والطريق ده لادبياته والطريق ده لادبياته. بص يا فارس، خلينا نتكلم في نقطه واضحه جدا، الا وهي اعتذار الكابتن يعني حازم امام عن السفر لمباراه السوبر، تصريحات الكابتن حازم امام وهو مذيع في الراديو، كل ده بيدينا مؤشر واضح جدا، حتى في التناقض في التعامل مع لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف بيدينا مؤشر واضح جدا ان كابتن حازم امام بيشير ان الظلم الواقع على نادي الزمالك ده ظلم متعمد او مقصود باختصار شديد. ما هو لو انت شايف ان اللي واقع على نادي الزمالك ده ربما يكون خطا غير متعمد من اللجان، فانت هتمشي الامور عادي جدا، لكن انك تقف عند الامر ده وتقول الزمالك تعرض لظلم، فانت بتشير بوضوح ان ده تعمد لا تشير ان هو خطا. فتعال بقى نشوف في ازمتك لما بيكون النادي الاهلي هو الطرف اللي وقع عليه الضرر من الاتحاد المصري لكره القدم بشهاده الجميع وبلجنه خرجت من وزاره الشباب والرياضه، بيكون كلامك عامل ازاي ورايك بيكون عامل ازاي؟ نطلع ونشوف فيديو كابتن حازم امام المندوب الرسمي لجماهير نادي الزمالك في الاتحاد المصري لكره القدم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان مفيش عضو مجلس اداره يعلم عن هذا الجواب اي حاجه تانية. نعم كنا يعني نعم. ففكره ان في حد مستهدف في النادي الاهلي يعني مش صحيحه تماما. نعم. لان الجواب لما جه كان الاهلي بيلعب في البطوله والزمالك بيلعب في البطوله. نعم. والمصري بيلعب في البطوله وبيراميدز بيلعب في البطوله. صحيح. فكره الاهلي هو اللي وصل طبعا، فالناس شايفه ان الاهلي فقط، لكن هو الجواب احنا ما وصلناش. احنا اول اجتماع كان لينا تقريبا يوم 21/2. نعم. فهو وزي ما قلنا وزي ما قلت في المؤتمر ده، احنا يعني احنا جينا 4 شهور بقالنا 4 شهور. نعم. ايه اللي هيخليك تعمل حاجه بيرفكت او متعمد؟ انت ايه اللي انت جاي للناس كلها؟ نعم. اي حد اخطا او اي حد كان متخيل في الخطا اكيد هيعاقب يا كابتن. نعم. لا يدب لا هنتصدى على حاجه ولا مش جايين يعني. نعم. ضد نادي معين. انا بس عايز احط الفكره يا كابتن. أيوه. ان الخطا وارد. نعم. مش لازم يكون مقصود. مش جايين ضد نادي معين، احنا اوعوا تفهموا ان احنا مستهدفين النادي الاهلي على الاطلاق، برغم الضرر اللي واقع على النادي الاهلي، خسروا بطوله افريقيا مش انسحاب في بطوله سوبر، مع كامل احترامنا للفرق البطولتين طبعا، لكن بطوله دوري ابطال افريقيا. النقطه الثالثه بيقول لك اوعى الخطا وارد، لازم تفهموا كده يا جماعه ان الخطا وارد، لكن مع نادي الزمالك في قرار متعلق بقضاء بلجان على حد تعبير الكابتن حازم، وبنتفق معاه في النقطه دي ان هم قضاء محترمون. الكابتن حازم امام شاف ان في ظلم واقع على نادي الزمالك، وان ده استهداف لنادي الزمالك، وان الامر ده يخليني اعتذر عن السفر لحضور مباراه السوبر عشان ما يزعلش مني جماهير نادي الزمالك. الكابتن حازم امام
بيأكد نموذج أنا اتكلمت عنه من زمان قوي 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 قوي، إن أبناء نادي الزمالك يخدمون نادي الزمالك من أي موقع وفي أي منصب. الحقيقة الكابتن حازم إمام أكد بما لا يدع مجال للشك إنه المندوب الرسمي لنادي الزمالك في اتحاد كرة القدم المصري. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، والأهلي خط أحمر في ليلة السوبر، ليلة النادي السوبر، ليلة الجمهور السوبر، ليلة فيها كل حاجة حلوة. ولكن زي ما بنقول لكم وإحنا وسط ده ما بننساش، ما بنسيبش أمور تعدي، خصوصا لو اتكلمنا فيها كتير قوي قبل كده وكلنا فيها موقف واضح وكلنا فيها رؤية من بدري. اتكلمنا كتير جدا عن ناس جوه الاتحاد بتخدم مصلحة أندية، أعتقد شفنا بالدليل في الموقف ده مين بيعمل إيه. بس اتكلمنا كمان عن إعلام فيه البعض في إعلام مفترض إنه هو غير فئوي، مفترض إنه ليه رسالة، ومفترض إنه ليه أكواد، ومفترض إن طول عمرنا عارفين إن ليه معايير معينة. ميدو خالف كل ده. ميدو إدى نموذج، لأن أنا لما قلت في مرة قبل كده في كلاب هاوس إن أنا بخدم مصالح نادي ما، أو إن أنا بقول للنادي الأهلي حاجة عشان أقدر أكمل وعشان بكون منسق مع إدارة الزمالك في أمور ما، أعتقد مش محتاجين موقف أوضح من كده. وأتمنى نتعلم الدرس، لأن النادي الأهلي مش مستني حد يجي يديك كريدت في موضوع هو ليه الحق فيه، والنادي الأهلي مش مستني حد يجي يشيك بيه في بطولة خدها. النادي الأهلي كبير قوي، النادي الأهلي جبل، إيه اللي يزود الجبل إن الناس تشوفه؟ الناس كلها شايفاه. فالنادي الأهلي مش مستني حد يديك حاجة هي بعد كده ياخد بيها كريدت عشان يضربك بيها، وده المنهج اللي شفناه. أنا ما كنتش متخيل إن الصبح إعلامي محايد وبالليل بكون موجود في إعلام فئوي، ثم بعد كده بتخلى عن كل أسس الحيادية وسخر برنامجي لخدمة أهداف نادي ما. اللي عمله ميدو في القضية دي يخالف كل حاجة لما جينا نبدأ إعلام الناس الأساتذة والناس الكبار والناس اللي لهم باع، قالوا لنا يا ابني ده ليه أسس وده ليه أسس، اللي احنا شفناه ده مختلف تماما. بص يا فارس، انت في نقطة يعني لسه منتظر من ميدو ان هو اتكلمه كإعلام حايد. لا، احنا اتكلمنا هنا من بدري ومش يعني كل الناس فهمت رسالتنا يا أسامة. ده احنا في قناة وفي قناة النهار يعني جاء موضوع ما قبل بطولة أفريقيا وما قبل دوري أبطال أفريقيا، الراجل طلع بوضوح يا جماعة، قال أنا الشهر ده مش هجيب أي أخبار سلبية عن نادي الزمالك، أنا الشهر ده شهر استقرار نادي الزمالك. طب عمل إيه في الشهر ده؟ اشتغل على تحطيم معنويات النادي الأهلي، لدرجة إن بعض الأهلاوية وصلوا إن إيه ده البطولة رايحة للزمالك والمعنويات أعلى عند نادي الزمالك. ميدو هو اللي طلع إن في لاعب مهم جدا في النادي الأهلي عنده فيروس كورونا. طب في الزمالك كان في ثلاثة، لكن هو عايز ايه؟ النادي الاهلي. فالقصه احنا هنا مش بنتعامل مع ميدو مع ما مفترض ان يكون، لا، احنا بنقول لميدو ان انت ما عندكش اليات العمل في الاعلام المحايد فقط لا غير. انت مكانك الطبيعي بالظبط قناه نادي الزمالك، مكانك الطبيعي هو نادي الزمالك، لان انت اصلا عندك راي في الناس اللي لها اجندات، وهنتكلم في الموضوع ده خلال الفقره. انا اسامه لازم كنت احط ايدي على حاجه احنا طول الوقت كنا هنا بنقولها، يا جماعه البعض لديه في الاعلام الذي يسمى غير فئوي اجندات واضحه وصريحه، خدوا بالكم منها. واستخدمنا مصطلح الاجندات ده من بدري، وكان يمكن بعض الجمهور بيجي يقول لي ايه يا فارس موضوع اجندات ومش اجندات، لا، انحيازات. فاتمنى يا جماعه ما نجيش بعد اسبوعين يا اسامه نلاقي ميدو طالع يشيد بينا في حاجه فالناس تقول لك بص الله ينور اصل ميدو كذا. لا بص، احنا يعني لا نوجه الناس ولا نحكم على الناس، لكن في النهايه احنا بنوضح الامور، وانت بس بنقول لك خد بالك ما تقعش في الفخ. ميدو بالنسبه لنا هنا في 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 البرنامج هو الشخص الاعلامي اللي بنعمل معاه ديبيت على انه في اعلام نادي الزمالك الحقيقه. بالزبط. يعني في زملكاويه كتير في اعلام محايد ممكن نيجي نخاطبه كاعلامي، لكن ميدو تحديدا احنا هنا بنخاطبه كميدو الزملكاوي، هو ممكن يفرح بده جدا، لكن احنا لازم نوضح الامور ان في النهايه بنتناقش مع ميدو كاعلامي زملكاوي، بيحصل الديبيت على المواقف والقرارات اللي هو بيقولها والاراء اللي هو بيقولها طبقا للوائح عندنا بقى وقوانين وادله واسانيد. خد عندك الصوره من بعيد، راي في قضيه نادي القرن انحياز،
رأي في فكرة لعب النادي الأهلي في الإسماعيلية، رأي في وكالة الأهرام، رأي في موقف زي ده، فخلاص يا جماعة التوجه واضح وأنا عارف مين توجهه واضح، يبقى بتعامل وفقا للأساس ده. وعشان كده إحنا هنا طول الوقت، إحنا هنا مش جايين نبدأ من الصفر، إحنا بنتابع على شغل عملناه كتير جدا وقلناه في الحتة دي. أنا بقى في القضية دي ما كانش عندي مشكلة إن أنت كلاعب لنادي الزمالك أو شايف نفسك رمز من رموز نادي الزمالك، وشايف نفسك هنا أنا لا أقلل، على فكرة أنت حقك ترتقي إنك رمز من رموز نادي الزمالك وده شيء مش لا يعنينا إطلاقا، ولكن إن أنت تحول الفترة دي الشغل سواء في إعلام محايد أو غير محايد للشكل ده لازم نقفل عنده. أولا أنا طبعا بعيدا عن أي حاجة بشكرك على موقفك اللي خليت بيه الزمالك ما يلعبش السوبر، اللي خليت بيه نادي الزمالك اعتقادا منك ان بيراميدز مش هيلعب، اللي بنيت فيه مواقف كتير جدا كان نهايتها النادي الزمالك خسر خسائر كتير والنادي الاهلي حقق مكاسبه اللي بستهدفها كلها. عايزين نشوف ميدو كتب ايه على تويتر فيما يخص رؤيته للمشهد. ميدو كتب: بيراميدز لن يشارك في السوبر حال اعتذار الزمالك، كلام اكيد من ملاك النادي. ده كان جزء وفقا لحاجات كتيرة جدا كان بيمررها في الموضوع، بس كان بيمرر الجزء اللي يخص نادي الزمالك لأنه كان بالتنسيق، إنما الجزء اللي بره نادي الزمالك كان المشهد عكس اللي قاله تماما. بص، هو ميدو حاول بقدر الإمكان يستغل علاقته في الشهر الوحيد اللي قعده في نادي بيراميدز إن هو يتواصل مع إدارة نادي بيراميدز ويقول لهم يا جماعة بلاش تحلوا المشكلات اللي احنا بنصدرها للاتحاد وللنادي الأهلي، انسحبوا. ولكن هو ما يعرفش قيمة الإغراء الكبير جدا اللي بيتم تقديمه لأي فريق. خد بالك انت هتلعب ماتش قدام النادي الأهلي، زي ما قلت في بداية الحلقة النادي الأهلي بيمنح الكريدت للمنافس بتاعه، لأن مجرد اسم بيراميدز مع كامل احترامنا وتقديرنا لأي نادي في مصر يتحط جنب اسم النادي الأهلي فهو ألقى الضوء على نادي بيراميدز. عشان كده نادي بيراميدز ما استجابوش قوي للرغبات دي برغم العلاقة الوطيدة القوية جدا بينه وبين إدارة نادي الزمالك، وفكروا فقط لغير في اسم نادي بيراميدز وخافوا من أسماء أخرى كانت هتبقى موجودة في المباراة، وتحديدا فريق فيوتشر، الفريق اللي وضح لنا يعني إيه استثمار رياضي وقدر يحقق بطولة من أول سنة ليه في يعني إطار الكبار. لكن خلينا نأكد أن ميدو فشل ذريع في إن هو يحاول يقنع ملاك نادي بيراميدز. كان المهم بقى بعد الفشل الذريع ده ان هو يطلع يقدم اعتذار على الاهلي يا فارس. لا، هو ما قدمش اعتذار وعندنا دليل، لان ما كان يخبر الناس بيه ميدو على انه موقف نادي بيراميدز كانت الحقيقه مختلفه تماما على لسان كابتن او احد لاعبي نادي الزمالك السابقين والموجود في نادي بيراميدز محمود فتح الله. نطلع نشوف قال ايه ردا على فكره عندي تاكيد ان بيراميدز مش هيشارك. يعني انتوا كجهاز فني كان عندكم تحفظ شويه على خوض اللقاء يا كابتن فتح الله؟ خالص، يعني اول ما زمرت حضرتك زي ما كلفوه اول ما كلفونا يعني اتكلمت مع الراجل، لا الراجل متحمس وكان متقبل الموضوع بشكل كبير. حتى يعني يمكن في شويه حاجات كده اللي هي اجهاد والحاجات دي، ويومين بس وهنسافر قبل الماتش بيوم وما ريحناش وسفر طويل وماتش بس بقى عندكم من الخبرات ما يكفي يعني تخطي هذه الصعاب يا كابتن فتح الله. والله كتير يعني عملنا لعيبه كتيره، لكن لما يكون كمان الموضوع بقالنا 3 4 شهور كل 3 ايام ماتش وزائد كميه اصابات بتجيلك وبتقعد فترات طويله الموضوع بيبقى صعب شويه، لكن دايما لما يكون معاك لعيبه كبيره ومتحمله مسؤوليه بتسهل لك كل حاجه. يعني بتاكد ان الجهاز الفني متحمس واللاعبين متحمسين وعندهم امل ان هم ياخدوا بطوله من خلال هذا اللقاء. اكيد كبير ماتش بطوله، يعني احنا رايحين نعمل ماتش كبير، ولما حد يتقال له ان ماتش سوبر وماتش كبير ان ممكن تحقق اول بطوله في تاريخ النادي اكيد هتبقى متحمس. يعني ده صحيح، ده لازم باتشيكو متحمس وكابتن محمود فتح الله يتحمس وكابتن هاني سعيد يتحمس وملاك النادي يتحمسوا، وليس تقليلا من حد لان المشهد كبير يا جماعه. في فرق كتير جدا 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 بتدفع فلوس عشان تلعب مباريات زي دي خارج مصر مع النادي الاهلي ويكون المشهد بالحضور الجماهيري ده. بيراميدز رغم خساره البطوله استفاد، طبعا استفاد، كم خبر اتكتب عن بيراميدز، كم تغطيه اتقالت عن بيراميدز، الحدث نفسه، وجودك وسط المشهد ده نفسه. فعشان كده ربما كابتن ميدو كان بيحلم ان المشهد يكتمل
على طريقة بقى الناس كلها اللي خارجة باطل، السوبر باطل، وكلنا مش هنشارك، وكلنا انت قضيتك مش عادلة اصلا عشان حد يتضامن معاك فيها. وده اللي انت مش فاهمه، انت استغليت البعض وده شأن يخصك عشان قضية معينة، بس بالنسبة لما هو خارج المعادلة قضيتك مش عادلة اصلا. بص انا شايف ان ميدو يعني الى حد بعيد نجح جدا في انه يحقق التارجت، لان انا اعتقد ان ميدو كان تبعا لتصريحات ميدو ان هو مقتنع ان كل اعلامي عنده اجنده خاصه، ما كانش التارجت بتاعه المشاركه في السوبر، لان هو كلاعب كره كبير، لعيب مصري محترف في انديه كتيره جدا يعني، كان عارف كويس قوي النهايه اللي هتقول اليه مباراه السوبر مع صافره الحكم هيكون مين بطل السوبر. فاعتقد هو مش فارق معاه خسائر نادي الزمالك، ولكن كان فارق معاه مكسب ممكن يكون لبعض الاشخاص. عشان كده ميدو كان بيقود قصه ازمه السوبر على انها ازمه كهرباء لاحداث التفاف حول بعض المسؤولين في نادي الزمالك. نطلع ونشوف الفيديو التالي عشان نعرف ميدو كان ترجته فعلا البطوله ولا ترجته الالتفاف. الزمالك شايف ان هو مظلوم في القضيه دي، في لعيب اخطا ايا كان مين اللعيب ده، واللعيب ده اتخذت ضده عقوبه، الراجل راح واتحقق معاه ولجنه الانضباط. سيبكوا بقى من الكلام اللي بيتردد ده واسمعوا كلامي انا، هقول لكم ايه الكلام الصح. لجنه الانضباط دي لجنه قانونيه، واللائحه بتقول ان من حق اتحاد الكوره ان هو يشكل لجنه لحين طرحها او انعقاد الجمعيه العموميه القادمه. فالناس اللي بتقول لكم ان ما فيش صلاحيات وبتاع، كل الكلام ده انسوه. طيب القرار اتاخد والناس عملت شغلها، عملته متاخر بس عملوه، قعد 3 شهور يعملوه، يعني في واقعه تاريخيه اول مره في التاريخ لكن عملوه. النهارده لجنه التظلمات مش عايزه تاخد قرار، ما انت لجنه التظلمات انت عايز تاخد اكشن، جيب اللعيب حقق معاه، اسمع اقواله زي ما بتعمله مع الناس كلها وخد قرار. الزمالك على فكره مش عايز حاجه، وانا هنا ما بتكلمش باسم الزمالك، انا بقول لكم موقف، بحكي لكم ايه اللي بيحصل. الزمالك مش عايز حاجه الا ان القرار يتاخد، بس تبقى احترمت الاطراف كلها ونفذت القانون. يعني انت ممكن يا سيدي تيجي لجنه التظلمات بعد ما تشوف وتسمع اقوال كهربا وتراجع الفيديو وبتاع تقول لك لا الراجل ما عملش حاجه، ده كان بيقول حاجه تانية ما لهاش علاقه، ممكن تقول لك كده يعني هنكتفي بالغرامه، بس تبقى نفذت القانون. يعني الموضوع مش صعب يا جماعه، ده احنا بنطالب ان الناس ان كل القانون يتنفذ على الجميع، على لعيب، اي لعيب في مصر واي شخص في مصر واي رئيس نادي في مصر. عايز تنجح وتتطور نفذ القانون، عايز الاحتقان يقل في ما بين الجماهير نفذ القانون. انا هقف عند ثلاث جمل كده. بدايه ايه، سيبك بقى من اي كلام بيتقال لك عن القرار بتاع لجنه النباط وتشكيله، اسمعوا مني انا الصح. يعني على اي اساس لازم نسمع منك ان انت الصح؟ طب ما هتجيب خبير لوائح، هات ناس مسؤولين، على الاقل ارجع الكلام في قصه شرعيه لجنه الانضباط من عدمها لحين الفصل في القضيه اللي رفعها النادي الاهلي امام محكمه القضاء الاداري التاريخ 14 مايو، ده رقم واحد. النقطه الثانيه ان انت بالفعل يا ميدو بالفعل عايز تطبيق القانون على اي لاعب او اي عضو او اي رئيس نادي، انت بجد عايز تطبيق القانون؟ انت لو عايز تطبيق القانون ما كنتش عملت الحاله دي كلها عشان الالتفاف، لا، لان القانون بيقول كلام كتير جدا على الاعضاء، على اللاعبين، على رؤساء الانديه، لكن ده مش الهدف. انت الهدف الالتفاف حتى لو حول اشخاص بلغه القانون ليس لهم صفه. ده اللي انت بتعمله. دي النقطه الثانيه اللي انا يعني كنت حابب اقف عندها. النقطه الثالثه، انت طالع على قناه المحور تتبنى قضيه نادي ضد نادي، ودي احنا اتكلمنا فيها، لكن الحقيقه ما كانش ده بس فقط لا غير الدور اللي انت واخده على قناه محايده، ما كانش يكتفي ميدو بالقصه دي، كان رايح برضه لقنوات اخرى. ايه بقى؟ قصه لا يمكن والله. لما بعت احد افراد الاعداد رضا تحديدا يعني بيقول ان ميدو على قناه الزمالك، انا شكيت والله، يعني فاكر جايبين فيديو لميدو من على قناه المحور. انما ان ميدو ياخد نفسه ويطلع وهو يقدم اعلام مفترض غير منحاز ويطلع يتبنى وجهات نظر
ويطلع جوه قضية ضد فريق تاني مصري ويكون الانحيازات بالشكل ده، فأنا حسيت إن فكرة الخلط يا جماعة وصلت لمشهد كبير جدا. وأعتقد هو هنا ما كانش بيفكر للرصيد الإعلامي عند الجمهور أو المتلقي اللي فيه أهلاوي وفيه زملكاوي وفيه إسماعيلاوي وفيه ناس ميولها كتير جدا واتحاد وغيره. هو هنا كان بيفكر زي ما أسامة قال لكم من شوية إن أنا عندي قضية هنتصر فيها وحققها بغض النظر عن إيه اللي يحصل. وللأمانة برجع وأقول إحنا سعداء جدا إن أنت انتصرت فيها. ليه؟ لأن إحنا انتصرنا بده، انتصرنا ده اللي إحنا قاعدين بنتكلم وهو في الحلقة ده انتصرنا. انت انتصارك ايه؟ يمكن صحيح تعبنا شويه يعني خدنا 120 دقيقه لا و120 دقيقه مش 90 دقيقه بس، لكن في النهايه موجود في الجزيره. ده هو ده هو ده العمل الاعلامي. انت بتتوج بايه؟ بتتوج اعلاميا وشغلك اداريا كاداره واعلام وجمهور بده. البعض توج بايه؟ قضيه ان اتقال ان هي اسهل قضيه. وارجع واقول للاتحاد المصري لكره القدم جمد قلبك، وانت عارف لو جمدت قلبك النتائج ممكن تكون ايه. نشوف الفيديو اللي في قناة الزمالك لكابتن احمد حسام ميدو. رأيي ان احنا كزملكاوية مش عارفين نفرح بقرار ايقاف كهربا. اول حاجة الزملكاوية كلهم لازم يبقوا سعداء جدا ان كهربا توقف 12 ماتش وغرامة مليون جنيه. ليه؟ لان هو في حاول بشكل ما الإساءة لنادي الإهانة والإساءة لنادي الزمالك حتى لو بطريقة غير مباشرة. لما تحقق في الواقع وتستدعي اللعيب والمحامي وبعد كده تاخد قرار بالإيقاف 12 مباراة، وخلي بالك دي عقوبة قاسية. 12 مباراة ده انت بتتكلم في تلت الدوري تقريبا. تلت الدوري بس التظلمات بتقللها ماشي، بس انا بتكلم على القرار نفسه يا كابتن خالد. فالنهاردة في قضية كهربا يا كابتن خالد النادي الزمالك منتصر في كل الاحوال. اول حاجه مساله رحيله عن نادي الزمالك بشكل غير قانوني، نادي الزمالك خد حقه في موضوع كهربا تالت ومتلت. تعرف ان الغرامه دي يا كابتن خالد كانت 33 مليون جنيه. النهارده الغرامه دي توصل اكتر من 100 مليون جنيه. صحيح. والراجل اتوقف 6 شهور. ودلوقتي هو معرض للايقاف بسبب ان هو في فيديو بعد مباراه الزمالك والاهلي الاخيره اساء بشكل ما او لمح بالإساءة لنادي الزمالك فخد عقوبة. هنا بقى السؤال اللي انت حضرتك بتتكلم فيه. العقوبة تتنفذ امتى؟ مفيش قرار ايقاف في العالم وراهن ان لو جابوا قرار ايقاف واحد في العالم ان الاستئناف بيوقف القرار في العالم. مفيش. جابولي اي في اي حتة انا النهاردة في اي حتة في العالم اللعيب بيعمل واقعة تمام بيبقى في اجتماعات اسبوعية للجنه الانضباط او لجنه القيم مبادئ او اسمها الايثكس كوميتي. بتعمل اجتماع اسبوعي. الاجتماع ده معروف في انجلترا ان هو بيبقى كل يوم ثلاث. معروف نظام كل يوم ثلاث. في الويكند هو الويكند سبت والحد. سبت والحد وساعات بيبقى فيه ماتشات اللي هي ماندي نايت فوتبول. يوم الثلاث الظهر بتجتمع اللجنه. بتشوف كل الاحداث اللي حصلت بناء على تقارير الحكام والمراقبين وكل الكلام ده كله. القرار يا كابتن خالد لازم يتخذ في ساعتها. يعني خلاص اتكلمنا في حتة الظهور فين وفين والتعارض وكل الكلام ده، ولكن انا مش فاهم يعني قضيتك. اولا لما جيت تتكلم عن اللي عمله اللاعب قلت بشكل ما وبطريقة غير مباشرة، يعني انت اديت انك مش قادر تقول الحدث بتقول بشكل ما وبطريقة غير مباشرة، بس في نفس الوقت عقوبة 12 مباراة ده انت بالنسبة لك عقوبة عظيمة وخدت حقك من اللاعب. بعد كده شايف انه كان مفترض وبتتكلم في ان القرار في ساعتها. طب لما هنتكلم في المنطق، هل انت شايف القرار في ساعتها ده اتاخر ليه؟ تعرف انه اتاخر بسبب استقاله لجنه الانضباط بسبب رئيس النادي اللي انت موجود في القناه عنده؟ تعرف ان ده تصريح رسمي من عضو مجلس اداره ان القرارات اتاخرت بسبب استقاله لجنه الانضباط بسبب رئيس نادي الزمالك؟ وقتها طبعا. فانت بتتكلم في ان سبب تاخير العقوبه رئيس النادي وقتها حاجه تانية، هل من المنطقي ان انت قضيتك عادله على الجانب الاخر؟ اجي انا كاهلاوي اشوف ان خروج العقوبه قبل مباراه السوبر بعد 4 شهور من الواقعه ده انت شفته في حته في العالم؟ انت شفت ده في حته في العالم؟ تالت حاجه كلام مغلوط عن ان الاستئناف لا يوقف العقوبه. الماده 65
في تأثير العنوان واضح، تأثير التظلم، ان يحق لرئيس اللجنة او نائب رئيس اللجنة ده في الاتحاد الدولي، لان لو ما عندكش لائحة في الحتة دي صريحة في الاتحاد المصري بتلجأ للاتحاد الدولي، وده موجود في الاحكام العامة في لائحة الاتحاد المصري. فاعتقد موجود ان انت من حقك ترجي العقوبة لو تقدم لك طلب استئناف او طلب تظلم ارتقيت ان هو اسبابه منطقية، وده اللي حصل. بص يا فارس، هو الفيديو اللي فات ده فيه اعتراف ضمني من ميدو ان العقوبة، قال عقوبة قاسية، وهو واضح جدا ان هو فاهم ان العقوبة اللي حصلت على كهربا عقوبة قاسية. لكن عشان بقى نقفل ملف ميدو تحديدا ونؤكد على فكرة الجملة اللي انا قلتها ان اي زملكاوي بيخدم نادي الزمالك من اي مكان، نسمع الفيديو ده لكابتن احمد حسام ميدو عشان عندنا تعقيب مهم جدا. في فقرات موجهة ومساحات إعلامية موجهة في قنوات تمتلكها مصر، الكلام ده لازم يقف. زي ما قلت لكم قبل كده إن لازم يبقى في لجنة انضباط ولجنة قيم ومبادئ تحاسب الصغير قبل الكبير، وفعلا لفة الأيام ودارت، ولجنة الانضباط هيتم تفعيل دورها عشان لقوا إن هم هيغرقوا من غيرها. أنا بقول لكم دلوقتي لو مشي النظام ده بنفس الشكل ده في تناول الإعلام للحالات التحكيمية و بعض القرارات التحكيمية على حسب الأهواء وعلى حسب الكيف، هتحصل مشكلة كبيرة، وهتوصلوا في يوم من الأيام برضو هتلغوا الفقرات بتاعت التحليل التحكيمي، هتلغوها وهتشوفوا وقولوا ميدو قال. الميدو ده الفيديو ده مسجل، مسجل دوكيمنتد. الفيديو ده افتكروا كلامي ان لو مشيتوا بنفس الخط وعلى نفس المنوال ان كل الفقرات بتاعت التحليل التحكيمي هتتلغي، لان اللي بيقدموها اصحاب اجندات خاصه وبينفذوا اجندتهم الخاصه. وانا على فكره ما عنديش مشكله ان انت تنفذ الاجنده، اجنده خاصه بتاعتك، سواء كان مقدم برامج او راجل محلل تحكيمي سابق، كل الاحترام ليك، بس الكلام ده على البلاتفورمز الشخصيه بتاعتك على السوشيال ميديا بتاعتك، انما قناه بتمتلكها مصر لا، مش هنسكت، مش هنسكت. لو انتوا كادارات قنوات ساكتين مفيش مشكله، انتوا راضيين بكده اوكي فير انف، لكن احنا مش هنسكت، مش هنسكت، وهنطلع لكم من هنا ومن هنا ومن هنا، وانتوا عارفين محدش بقى في سكتنا الحمد لله لما بنتكلم في الحق، لان احنا في دوله، دوله ليها نظام وبنتكلم في مصر. يعني بص، يعني كابتن ميدو يعني كالعاده معانا في فقراته اللي بنجيبها بيرد على كابتن ميدو، عشان احنا هنا يا جماعه مش بنتجنى على احد. الراجل طالع بوضوح بيقول انا عارف ان بعض الاعلاميين بيكون لهم اجندات خاصه، وانا ما عنديش مشكله كميدو ان يكون لك كاعلامي اجنده خاصه، بس الكلام ده فين؟ على السوشيال ميديا بتاعتك، مش على قنوات بتمتلكها مصر. اعتقد يعني يا كابتن ميدو انت متواجد في قنوات تمتلكها مصر، اعتقد يعني يا كابتن ميدو انت متواجد في قنوات محايده، ليه بتطبق اجندتك في القنوات المحايده؟ مش ده المفترض كلامك؟ قال لازم يكون في حساب طبعا. لا وهنتكلم وهنطلع لكم من اي حته قال كده، هتلاقيني في كل حته طالع لك. فيا كابتن ميدو احنا جبنا لك كلامك يرد على كلامك، فقول لنا انت اي ميدو في الاثنين، مع كامل احترامنا لكابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق حتى لو مدته كانت قصيره جدا في نادي الزمالك، واللاعب طبعا المصري المحترف. دي كانت يعني حلقتنا النهارده، ولكن حلقه سوبر، حلقه سوبر، ولكن لابد يعني اننا نقدم خالص التعازي طبعا لانفسنا ولاسره الكابتن هاني مصطفى، افضل ظهير ايمن في فتره السبعينات داخل قاره افريقيا، وايضا يعني نحيي ذكرى الراحل الكابتن صالح سليم الذي شموعه لن تنطفئ ابدا. يعني خلال الايام اللي فاتت كان الفريق مرتجي معانا حاضر، وكان الرمز المايسترو صالح سليم وكابتن هاني مصطفى، اللي انا شخصيا لما بدات كده اتفرج على تحليل واحس حد مختلف، حسيت كابتن هاني مصطفى كان في حته مختلفه تماما، ربنا يرحمه رحمه الله. واعتقد لو شافوا النادي الاهلي دلوقتي واللي رحل من فتره كبيره او كابتن هاني مصطفى، اكيد يا اسامه هيكونوا فخورين دايما بالنادي الاهلي. بص يا فارس، الناس دي حققت الشعور بالذات وحققت التفوق الشخصي، زي ما قال نورمان كينج ان الانتماء هو طريقك الوحيد لتحقيق الشعور بالذات وتحقيق الانتصار الشخصي. دي رساله لابد كانت توجه في ختام الحلقه، خاصه لما يكون منافسك هو نادي بيراميدز بلاعبي الاهلي السابقين. دمتم دايما انتماء للنادي الاهلي، ودام النادي الاهلي دائما منتصرا وفوق الجميع.